بص يا احنا هناخد موضوع مهم قوي اللي هو السيرجيكال سايت انفكشن، وهناخد شويه كلام بقى ايه في الهجايز كده، حبه فارما انتيبيوتكس على حبه بكتيريا وكلام كده، ايه مش عارف يعني هو ايه بالظبط، انما ايه خير يعني. بالنسبه للسيرجيكال سايت انفكشن، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك ان شاء الله. الحصه النهارده برضو انا حاولت يا والله والله يا اولاد في الحته بتاعت الانتيبيوتيك دي والبكتيريا ان انا اقدمها بطريقه يعني معقوله، يعني تخليك لحد ما عندك قابليه انك تقرا يعني، بس مش عارف عايز اقعد عليها تاني يعني. الموضوع عايز بقى ان انا يعني اغير السيستم خالص بتاع العرض واعمل حاجات وبتاع عشان خاطر اقدر اخش بطريقة لاكس كده على مخك، بس يعني انا حاولت على قد ما اقدر يعني. بالنسبة للسيرجيكال سايت انفكشن، هو السيرجيكال سايت انفكشن مختلف شوية عن النوزوكوميال. يعني النوزوكوميال انفكشن ده واحد جاله انفكشن من المستشفى. النوزوكوميال انفكشن ده واحد راح المستشفى ما عندوش انفكشن، فخد الانفكشن من الحكيمة او من الدكتور او من السرير اللي كان نايم عليه او من الكانيولا او من القسطرة. يعني فاكرين يا ولاد النوزوكوميال؟ فاكرين الصورة اللي كان واقف فيها الدكتور والحكيمة والعيان نايم وقلت لكم الحكيمة يعني هتجيله انفكشن من الحكيمة هيبوسها؟ فاكرين؟ يعني الانفكشن هيجيله من حاجه في المستشفى. كان واقف في الصوره حكيمه ودكتور والعيان كان نايم على السرير وحاطين له كانيولا وجهاز وريد، ولذلك الانفكشن هيجي من الحكيمه او من الدكتور او من السرير او من الكانيولا او من القسطره. يعني جاله انفكشن من حاجه في المستشفى، ودي بتبقى ميكروبات ريزيستنت جدا للتريتمنت، يعني منها مثلا المرسى والفارسا والاسبل اللي هو الاكستندد بيتا لاكتاميز. يعني في نوعيه من الميكروبات كده بتبقى متربيه في وسط الانتيبيوتيك، ولذلك الهوسبيتال اكوارد انفكشن من ضمن الحاجات اللي صعب في علاجها لانها الميكروبات متربيه في وسط الانتيبيوتيك دي النيزوكوميا. السيرجيكال سايت انفكشن، انفكشن من العيان بكتيريا، العيان بقى جاي المستشفى بيها، العيان جاي المستشفى بيها. هو ده الفرق بين موضوع نوزوكوميا وهوسبيتال اكوارد. نوزوكوميا اللي هو الهوسبيتال اكوارد، وبين الاس اس اي. النوزوكوميال او الهوسبيتال اكوايرد انفكشن، الانفكشن جاي من المستشفى هوسبيتال اكوايرد او نوزوكوميال، فاهمين على ده؟ هو ده انفكشن جاي من المستشفى. لكن الاس اس اي السيرجيكال سايت انفكشن، العيان جاي بالميكروبات بتاعته. يعني مثلا هو جاي اصلا عنده ساينوسايتس، هو جاي اصلا عنده انترترايجو، يعني الجلد ثنايا الجلد شايله ميكروبات فعنده انترترايجو، عنده كرونيك سيبتيك فوكس تونسيلايتس. يعني فهو الانفكشن دايما جاي من العيان نفسه يعني. طب والانفكشن بيجي فين؟ بيجي في الجرح، يعني ممكن يجي في الجلد والسبكيوتينس تيشو حاجه سوبرفيشال كده، ممكن يجي اغوط شويه، يعني ممكن يجي دي بوند انفكشن، يعني حاجه اغوط من الجلد والسبكيوتينس تيشو في المسلز مثلا. ممكن يجي في كافيتي، يعني الاس اس اي ممكن يعمل مثلا يكون سفرينك ابسس مثلا فيجي في كافيتي، فالاس اس اي قد يكون سوبرفيشيال قد يكون ديب.
طيب هو ليه ليه ايه الحاجات اللي بتساعد على حدوث الهوسبيتال اكوارد انفكشن؟ حاجة في العيان، حاجة في المستشفى، حاجة في الجراحة، يعني حاجة في العيان، حاجة في المستشفى، حاجة في العملية. يعني مش هنقول الجراح، هنقول العملية، فاهمين؟ لا يعني حاجة مثلا، بص على infection during performing surgical procedure، يعني infection حصل نتيجة عملية، يعني الاس اس اي مثلا، واحد كنا بنعمل له عملية فجاله infection، لكن مش واحد كان داخل ما عملش عملية في المستشفى وجاله infection hospital acquired. لا، الاس اس اي واحد دخل المستشفى عملنا له surgical procedure فجاله عملية، لا فجاله infection. الانفكشن اوفن بارت اوف بيشنت نورمال فلورا، يعني جاي من النورمال فلورا بتاعت العيان. يعني مثلا انت عارفين احنا في جسمنا ممكن يبقى حد عنده ساينوسايتس، تونسيلايتس، انترترايجو، الباول بتاعنا في بكتيريا، ريسبيراتور سيستم بتاعنا في بكتيريا. الاس اس اي كان بي سوبرفيشال انفكشن زي ووند انفكشن، او ديبلي سيتد انفكشن زي مثلا سفرينك ابسس. فاهمين الصفحة دي فيها حاجة ولا الصفحة دي فيها حاجة؟ يعني انها بتتعمل من عملية بتيجي من البيشنت فلورا، بيشنت فلورا او البيشنت بكتيريا، يعني عن جايب البكتيريا دي، ولا ممكن تبقى سوبرفيشال او ديب. بيقسموها الى بيشنت فاكتور وهوسبيتال فاكتور وسيرجيكال فاكتور. يعني مثلا البيشنت فاكتور، يعني مثلا جيت اعمل لعيان هرنيا لقيت الجلد فيه انتر ترايبو، ما اعرفش انتوا فاكرين الحكايه دي ولا لا. لو الهرنيا كبيره ومدلدله كده ممكن تعمل التهاب في ثنايا الجلد وتعمل حاجه اسمها انتر ترايبو. عشان كده العيان اللي كان عنده فات انا كان لازم اصلح الانتر ترايبو قبل ما اعمل له الفتق، والا هيجي له ووند انفكشن. فاكرين الكلام ده ولا؟ ان العيان لو عنده فتق كبير ومدلدل كده بيجي له انتر ترايبو اللي هو التهابات في ثنايا الجلد. فانت لو جيت تعمل له عمليه في وجود الانتر ترايبو هيجي له ووند انفكشن. عشان كده الانتر ترايبو المفروض يتعالج قبل ما نعالج له الهرني. فاكرينها ولا ده؟ لا، كانت مشهورة قوي في البارا امبلايكال هيرنيا والانسيجنال هيرنيا، لان دي فتقة بتبقى كبيرة. يعني البارا امبلايكال هيرنيا والانسيجنال هيرنيا فتقة كبيرة، فساعات بيحصل فيها انتر ترايبو. مثلا العيان عنده سيبتك فوكس، عنده تونسيلايتس، عنده ساينوسايتس، يعني عنده كرونيك سيبتك فوكس يعني، او كرونيك إلنس. بس انا عن عنده دايبيتس، عنده دايابيتس ومين كومبرومايزد. العيان عنده بياخد كيموثيرابي، العيان منرشت، العيان بياخد كورتيزون، يعني كل دي فاكتورز هتتدخل من العيان. يعني العيان نفسه مش قشطه، تخين طبعا، العيان لو تخين برضو الدهن ولاد بيساعد على حدوث الايه الانفكشن، او ملفوف، يعني لو ملفوف ده ممكن يؤدي الى حدوث ايه انفكشن. بس الحاجه دي فاكتورز ليها علاقه بالعيان، يعني العيان نيوتريشنالي زي الزفت والعكس، العيان تخين، العيان عنده سيبسس لوكال زي انتر ترايبو في حته بعيده ريموت زي ساينوسايتس، يعني الانفكشن في حته لوكال زي الانتر ترايبو او حته ريموت زي الساينوسايتس. العيان مالنرجد، العيان اوبيز، العيان مناعته وحشه نتيجه بقى ديابيتس، هايبرتلا، كلها فاكتورز كلها معتمده على العيان. في فاكتورز معتمده على المستشفى، الالات، الالات نظافه الالات والانفكشن كنترول عندهم. يعني انت تخش مستشفى ساعات تلاقي الدكاتره داخلين بالجزم جوه اوضه العمليات بيسالوا اللي شغال على حاجه من غير ماسك وداخلين بالجزمه، ممكن تلاقي دكتور التخدير واقف بيفطر
وهو واقف على راس العيان يعني، فاهمين ولا لا؟ فالانفكشن كنترول بتاعهم اخباره ايه؟ الرولز بتاعت الانفكشن كنترول، الاسترلايزيشن بتاعت الالات، يعني الالات عندهم متعقمه حلو، عندهم اوتوكلاف ولا غاليين الاتهم مطلعينها من الغلايه، فاهمين ولا لا؟ او البريكنج للرولز بتاعت الانفكشن كنترول يعني. اه في مستشفيات كتير، والدمرداش آه في مستشفيات كتير يعني كده. مثلا في بقى حاجات معتمده على العمليه، نوع العمليه. الحقيقه هي دي يا ولاد، الدرس ده اتعمل بعد ما واحد عمل تقسيمه كده للعمليات، لكلين سيرجري وكلين كونتامينيتد وكونتامينيتد وديرتي. فهو بعد ما عمل الجدول ده وقسم العمليات كده يا ولاد، راح عامل له الموضوع ده وقالوا ندرسه للعيال، فاهمين؟ يعني الموضوع ده كله معمول يا ولاد عشان الجدول ده. فانما غير كده لو تاخدوا بالكم الكلام كله كلام في الهدايس يعني، فاهمين؟ مثلا حاجه ليها علاقه بالعمليه بقى، مش نوعها لا، انت التكنيك، التكنيك يعني الجراح سايب جوه نيكروتيك تيشو او سايب هيماتوما او سايب ديد سبيس. يعني فاكرين انتوا ديد سبيس دي يا ولاد ولا لا؟ فاكرين لما قلت لكم ان انت ممكن تمسك الجلد تشرحه كده، فيبقى في بين الجلد وبين العضلات اريا كده ممكن يتجمع فيها فلويد. ده على فكره الفلويد اللي في الديد سبيس ده بيسموه سيرد سبيس لوس، يسموه سيرد سبيس لوس، وده فلويد في ستيزس، في ستيزس لايبل فور انفكشن، فاهمين؟ يعني انا لو انا مسكت البشره وقعدت كده اسلخ الجلد من العضلات، انا وجدت سبيس بين الجلد والعضلات، هو ده اسمه سيرد سبيس، او يقولوا عليه ديد سبيس، لان الفلويد اللي فيه ما بيعملش اكستشينج مع الانترافاسكولار والانترستيشيال فلويد، ما بيلفش في جسمك، فهو ديد سبيس، فاهميني؟ او سيرد سبيس، فاهمين؟ فطبعا في ستيزيس، فده ممكن يؤدي لانفكشن. من الحاجات اللي الناس بتغفلها قوي يا اولاد وجود ديد سبيس دي، مع انها مهمه قوي يعني، من الحاجات اللي الناس بتغفلها، بس هي الحقيقه من الحاجات المهمه يا اولاد، وجود الديد سبيس ده حاجه مهمه. presence of foreign body يعني مثلا يزود الاحتماليه ان انت عامل عمليه وحاطط شبكه، فده يزود احتماليه الانفكشن. مثلا انت بتعمل عملية وغيرت مفصل لحد، غيرت فالف لحد، وجود فورن بودي انت بتحطه في العملية ده يزود الانسيدنس اوف ووند انفكشن، فاهمين يا ولاد؟ هيماتوما، نيكروزيس، مثلا ديد سبيس، فورن بودي، دي فيتاليزيشن للانسجه، انت رف وانت بتعامل الانسجه، الجراح لازم لما يتعامل مع الانسجه يبقى شنتل، فاهمين؟ ولذلك يقول لك الاسباب اللي بتعمل تنسى فوطة بطن العيان، صح صح، ما ده فورم بادي، تنسى فوطة بطن العيان، تحط شبكه، تحط مفصل، تسيب ديد سبيس، تعمل نيكروزيس، ما هو كل دي فاكتورز انت بتعملها في العملية يعني، فاهمين يا رب؟ القصد يا ولاد ان الجدول ده حفظ صم، ممكن تحط عليه حمار، حفظ صم. الموضوع ده يا ولاد لما تيجي تقروه تحس ان هو كله على بعضه كده معمول عشان الجدول ده، في واحد امريكاني عمل الجدول ده فراح عامل له موضوع اسمه اس اس ار. يعني كان في انت عارفين فكرة ان احنا في صراع بيننا وبين البكتيريا، يعني من ما هو ما فيش صراع بيننا وبين الفيروس، الفيروس منتصر علينا يعني، لكن في صراع بيننا وبين البكتيريا، فالبكتيريا كل شويه تطور نفسها واحنا نعمل انتيبيوتكس تموتها، ثم هي تطور نفسها وتطور مناعتها نقوم احنا نعمل انتيبيوتكس تموتها، وفي صراع بيننا وبين بعض. طب هو الصراع ده سببه ايه؟ سببه ان احنا بنعمل ابيوز للانتيبيوتكس، يعني اي حد مثلا عنده برد يقوم واخد انتيبيوتكس مع ان هو مش محتاج انتيبيوتك، ده فايرال انفكشن. اي حد عامل عمليه يقوم الجراح كاتب له انتيبيوتكس
مع ان الانتيبيوتيك مش بديل التعقيم. يعني الانتيبيوتكس ما هياش بديل للتعقيم. احيانا في عمليات زي السيرودكتومي زي الماستكتومي، انا متعقم والعم متعقم والالات متعقمه واوضه العمليات نظيفه ومفيش اي بريكنج للانفكشن كنترول، بتديله مضاد حيوي ليه؟ طب ما انت كده بتوري البكتيريا اللي في جسمك، بتوريها المضادات الحيويه اللي عندنا، فبتعمل ريزيستنس ضدها، تنقلها للباثوجينز، ويبدأ يتوجد بالذات جوه المستشفيات بقى الهوسبيتال اكوارد انفكشن نوزوكوميال. فاحنا كل شويه يطلع لنا بقى مارسا وفارسا وايسابيل، ايه في ايه؟ هو ما هو كل شويه انت بعمال تتسبب بسبب الابيوز للانتيبيوتيك لظهور جينيريشن اكثر ضراوه من البكتيريا ما كانتش موجوده قبل كده. فهل يا ترى كل عمليه الجراح هيعملها هو فعلا محتاج يدي انتيبيوتيك للعيانين؟ يعني كل عمليه احنا هنعملها محتاجين مثلا ندي انتيبيوتيك للعيان؟ يعني انت محتاج لما تيجي تعمل مثلا سيرودكتومي تدي انتيبيوتيك ولا ممكن ما تديش؟ طب لو جالك واحد عنده اكيوت ابندسايتس وانت عملت له ابندكتومي، انت محتاج تدي انتيبيوتيك ولا مش محتاج؟ ولو محتاج تدي انتيبيوتيكس قد ايه؟ وانهو جينيريشنز اللي هتديها؟ يعني انواع من البكتيريا، عشان ما نقعدش طول الوقت نوري البكتيريا الاسلحه اللي عندنا فالبكتيريا تعمل حسابها فيجي يوم تسبقنا البكتيريا، بدل ما احنا اللي سابقينها بخطوه دلوقتي تقوم هي تسبقنا، وبعدين يحصل اوت بريك من انفكشن بالبكتيريا ما نعرفش نعمل له حاجه، خلاص العيان مات ما نعرفش نعمل له حاجه. نرجع للعصر الحجري تاني، ترجع البكتيريا سبقانا. ولذلك الراجل قاعد يعمل الحكايه دي عشان يحاول يقلل استخدام الانتيبيوتكس من الجراحين، يحاول يقلل استخدام الانتيبيوتكس من الجراحين. فبيقول لك في عمليات كلاس 1 كلين، هي الحقيقه الاولاد مش كلين ووند، هي كلين سيرجري، كلين سيرجري مش كلين ووند، كلين سيرجري. هي مكتوبه عندكم في الكتاب ووند يا اولاد؟ مكتوبه ووند؟ لا يا اولاد، هي في الحقيقه كلين سيرجري. يعني ايه كلين سيرجري؟ يعني انا كلين متعقم والعيان كلين متعقم والالات كلين متعقمه والمستشفى الانفكشن كنترول فيها هايل، فاهمين يا رد؟ وانا الحقيقه ما بعملش عمليه على سيستم مفتوح، يعني انا بعمل عمليه على حاجه جوه العيان، يعني مثلا بريست ثايرويد، لكن مش السيستمز المفتوحه بتاعتنا. هو احنا عندنا ايه سيستمز مفتوحه على العالم الخارجي؟ يعني حاجه مفتوحه على العالم الخارجي، الجي اي تي مثلا، ما ده سيستم مفتوح، البكتيريا بتخش وتطلع من الانس وهوسه في القناه دي مليانه بكتيريا، فده سيستم مفتوح. انا ما بعملش عليه عمليه، ما فتحتوش، انا ما عملتش عليه عمليه اصلا. مثلا الريسبيراتوري سيستم، ما الريسبيراتوري سيستم ده انت طول اليوم بتتنفس، وبالتالي داخل هواء وخارج هواء. طب هو انت ليه يعني، لا انا مش ما رحتش مثلا عملت نيومينيكتومي، ما رحتش قطعت برونكس، ما فتحتش السيستم المفتوح على بره ده، ما فتحتوش، فاهمين يا رب؟ مثلا اليورينري سيستم بالذات لو انفكتد، فاهمين يا رب؟ انا ما فتحتش يورينري سيستم ولا جينيتال، وانا جينيتال يعني مثلا الفاجينا بتاعت الفيميل مليانه بكتيريا، فانا ما فتحتش جينيتال سيستم ولا يورينري ولا ريسبيراتوري ولا جي اي تي، اللي هي السيستمز المفتوحه على الشارع دي، السيستمز المفتوحه على الشارع انا ما فتحتهاش. انا عملت سيرودكتومي، السيرود دي مدفونه جوه. انا عملت ماستكتومي، فتحت عملت هرنيا، لكن ما فتحتش اي سيستمز من السيستمز المفتوحه في الشارع. فانت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ وفعلا يا اولاد العمليات الكلين دي نسبه الانفكشن فيها قليله قوي، يعني الراجل بيقيسها 1%.
طب عشان 1% ادي 99% من العيانين انتيبيوتيك بدون داعي، يعني برضو مش حاجة مش صح. طب وهي نسبة العمليات دي كبيرة جدا، نسبة العمليات دي كبيرة جدا، فانا لو انا خدت قراري ان انا مش حدي كلين سيرجري انتيبيوتكس، فانا اكسكلودنج اكتر من 60% من العمليات بتاعتي مش حد فيها انتيبيوتكس خالص. فاهمين ولا لا؟ امال لو كنت هتعمل عملية على الجي اي تي مثلا، يعني اختار اختيار او اليورينري، يعني يورينري سيستم انفكتد، او في عمليه هنفتح فيها مثلا الفاجينا بتاعت الفيميلز، او مثلا ريسبيراتوري سيستم، هو انا ليه هختار الجي اي تي؟ شغلي يعني شغلي. فمثلا انت بتعمل ابندكتوم ففتحت جي اي تي، او بتعمل كوليسيستكتومي ففتحت جي اي تي، صحيح بتربط قبل ما تقص، يعني قبل ما تقص بتربط وبعدين تقص، بس في الاخر في ستامب. يعني انت جيت على الجي اي تي كده مثلا ورحت ايه رابط الزايده وقصصها. فالحقيقه ان انت لما ربطت الزايده وقصتها انت ربطت قبل ما تقص صح، بس انت سبت ستامب. الستامب ده عليه بكتيريايه مثلا ولا حاجه، يعني عليه حاجه برضو بنمسحها بسبرتو، بس ستيل ما لا ما اقدر، ما عنديش جارانتي. مثلا انت جيت تعمل كوليسيستكتومي فشلت المراره، لكن ستيل في ستامب. العمليات دي يقولوا عليها انها بوتنشالي كونتامينيتد، بوتنشالي كونتامينيتد سيرجري او كلين كونتامينيتد، يعني يسموها بوتنشالي كونتامينيتد او يسموها كلين كونتامينيتد، يعني هي كلين بس فيها بوتنشالي كونتامينيتد، بس هي بوتنشالي كونتامينيتد، عشان كده ساعات يسموها كلين كونتامينيتد وساعات يسموها بوتنشالي كونتامينيتد. طب ودي فيها نسبة انفكشن قد ايه؟ تعلى النسبة بقى من 5 إلى 10%. يعني نسبة الانفكشن عليت شوية، فأنا ممكن أدي مثلا بروفيلاكتيك انتيبيوتيك جرعة واحدة بس قبل الاندكشن اوف انستيزي، يعني قبل ضربة المشرب بساعة اكون مدي انتيبيوتيك، عشان ساعه لما احط مشرطي يبقى الانتيبيوتيك ليفل بيك اعلى حاجه، الانتيبيوتيك في الدم الليفل بتاعه اعلى حاجه. يعني مثلا في العام بينزل اوضه التحضير يحلقوا له الشعر في الحته اللي هفتح فيها، وبعدين يستنى لغايه ما اوضه العمليات تتنضف وكده، وبعدين بيخش، وبعدين بتاع البنج يقعد بقى حقنه صفراء وحقنه بيضاء ويشيك على اجهزته ويعمل مش عارف ايه. فانا والعيان نازل العمليات كده ممكن اديله السرنجه قبل سرنجه الانتيبيوتيك انجكشن قبل ضربه المشرب بساعه، قبل ضربه المشرب بساعه. في ناس بتقول ساعه وناس بتقول نص ساعه، يعني انت عارفين الحاجات دي كلها ستاتستكس يعني، لكن هي قبل ضربه المشرب بحوالي ساعه كده اديله انجكشن ونزله، بس حقنه واحده بس كده خلاص. فاهمينها؟ العيانين دول اللي هو انت فتحت فيهم سيستم مفتوح، يعني انت فتحت سيستم مفتوح، او كان في ماينور بريك كده في السيستم الانفكشن كنترول بتاع المستشفى. يعني مثلا وانت قاعد شغال كده دخل واحد بجزمته مثلا، بعدين انت قلت يا لهوي واحد دخل عمال بجزمته يا نهار اسود، او دخل عليك من غير الماسك، في ماينور بريك حصل. فاهمين؟ فساعتها بنعتبرها بوتنشالي كونتامينيتد او كلين كونتامينيتد. يعني طيب افرض ان العمليه انت بتعمل مثلا
حاجة بتفتح سيستم من السيستمز اللي هي مفتوحة، بتفتح سيستم مفتوح، يعني مثلا بتعمل ريسكشن انستوموز مثلا، وبعدين الكلامب فتح رحت قافله على طول، يعني انت حاطط الكلامب وكلامب وبعدين قصيت، بس الكلامب اتفتح فرحت قافله على طول، زي ما يكون بتعمل ابندكتومي والرابطه فكت فروحت انت رابطها على طول، بس في ماينور سبيل حصل، في ماينور سبيل يعني في حاجات حصلت، المنبار اتخرم، خرمت المنبار، ففي ماينور سبيل حصل يعني. انا ربطت على طول، قفلت على طول، وقعدت ادهن بقى بتدين جوه وبتاع مش عارف ايه، بس مهما كان احتمالية الانفكشن اعلى شوية، فبالتالي هسميها كونتامينيتد، هسمي العمليات دي اولاد كونتامينيتد، فاهمين؟ او حصل ميجور بريك في السيستم بتاع الاستراليزيشن رولز في الانفكشن كنترول، يعني بصيت كده لقيت الناس بتتحرك حواليك بالجزم ومن غير ماسكات، ايه في ايه؟ في ايه؟ الاوض العمليات اللي زي كده العمليات بتاعتها كلها كونتامينيتد، كلها كونتامينيتد. فاهمين؟ بس هو سيبكم من الكلام ده لان ده كلام ما اعتقدش ان هو موجود دلوقتي، حتى يعني احنا عندنا في الدمرداش لا الوضع مش كده. واكيد في القصر العيني برضو الوضع مش كده، يعني ما تلاقيش ناس داخله بالجزمه وناس خارمه نظام الانفكشن كنترول، يعني حتى الاساتذه عندنا كانوا بيخشوا ما حدش بيكلمهم لانه طاهر وجاي من بيته طاهر، فاهمين؟ لكن دلوقتي الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما حدش بيعمل حركات الوسخه دي، فاهمني؟ عايز يخش لازم بيغير ويلبس التعقيم بتاعه وبعدين يخش، دخلته عادي. طب دي مشكلة يا أحمد، دي مشكلة كبيرة، يعني عشان تخش أوضة العمليات عادي كده لا، ده بريك جامد جدا في الانفكشن كنترول، وده معناه ان العملية اللي بتتعمل دي دلوقتي حتى لو سيرودكتومي فهي كونتامينيتد، او انت بتعمل ريسكشن انزموس حصل ماينور سبيل، ماينور سبيل، فاهمين يا رب؟ ساعتها هتضطر تدي حقنة الانتيبيوتيك قبل العملية بساعة، وتدي الانتيبيوتيك يومين او ثلاثة بعد العملية، تدي الانتيبيوتيك يومين ثلاثة بعد العملية. والله يا يارا انا ما اعرفش، يعني انا بصراحة ما مش عارف، يعني بطلت الف برضو في المستشفى فما اعرفش احوالها ايه، لكن اوضة العمليات الكبيرة بتاعتنا الميجور لا محدش يقدر يعمل كده خالص، مفيش اي بريك في الانفكشن كنترول خالص نهائي، يعني انا بطلت الف في المستشفى ما بشوفش اوضه العمليات الصغيره وبتاع، لكن البيج بلوك بتاعنا اوضه العمليات الرئيسيه لا مفيش بريك في الانفكشن كنترول طبعا، فاهمين؟ انما لو دخلت اوضه بالطريقه دي فدي كونتامينيتد، فانت هتدي العيان انتيبيوتيك اللي هي الجرعه اللي قبل العمليه ومده 3 ايام انتيبيوتيك. امال لو العمليه ديرتي، يعني ايه ديرتي؟ يعني فاتح واحد عنده بيريتونايتس، انت عايز ايه؟ خايف من ايه؟ العيان اصلا عنده بيريتونايتس، فانت فتحته لقيت بطنه مليانه كاكا، ايه خايف من ايه؟ دي ديرتي سيرجري، فاهمين على؟ ولذلك الديرتي سيرجري دي محتاجه انتيبيوتيك كانه تريتمنت، كانه تريتمنت، يعني مش قبل العمليه بس لا، وبعد العملية هنكمل على الأقل 5 أيام، لم يكن 7 أيام، على الأقل 5 أيام لغاية ما تطمن إن أنت إيراديكيتنج الإنفكشن. يعني هنا الأنتيبيوتيك ما هواش بروفيلاكتيك، هنا الأنتيبيوتيك كيوراتيف، يعني ما بتخش على عام بريتونايتس، الأنتيبيوتيك هنا يا ولاد ما هواش بروفيلاكتيك، الأنتيبيوتيك هنا كيوراتيف. يعني الجدول ده يا ولاد، الجدول ده مهم قوي، ترسم لي عليه حمار كده، وهاتك يا حفظ، هاتك يا حفظ.
ده مثلا عيان انت عملت له عملية والجرح بتاعه كلين، لكن ده شوف المنظر، شوف منظر المنبر عامل ازاي، مليان بص مليان بص، ده ديرتي طبعا، ده مش ديرتي وند، لا ده ديرتي سيرجري، ديرتي سيرجري. طبعا لو جيت اكلمك بقى على الكلينيكال بيكتشر اوف اس اس اي، يعني تخيل واحد بقول له ايه الكلينيكال بيكتشر اوف وند انفكشن، ده يقطعني. يعني لو واحد فيكم بقول له ايه الكلينيكال بيكتشر اوف وند انفكشن هيقطعني طبعا، هيقعد يقول لي بقى سيمتوم وساين وسيمتوم جنرال ولوكال وساين جنرال ولوكال وسيمتوم جنرال، فيفر اروكس ايديك ماليز لوكال، بين في الجرح وسولينج في الجرح وديستربنس اوف فانكشن اوف ذا جرح، يعني اي لمسه في الجرح او كده هتوجعه، فاهمين على ساين جنرال فيفر وتاكارديا لوكال ريدنس هوتنس تندرنس سولينج. طب اعرف ازاي ان في باس كوليكشن ثروبنج بين وهيكتيك فيفر واديما اوف ذا اوفرلاينج سكين ونو ريسبونس تو ميديكال تريتمنت وفلكتويشن از ليت ساين. وبعدين يطلع حموده يقول لي يعني ايه فلكتويشن، فاقول له زي الفرق بين الكوره الالمونيا والبالونه اللي مليانه ميه. وسرعه ربنا ايه الكلام الفاضي ده، يعني ده اكيد مش هو ده يعني. ولعلمكم بذمتكم يا اولاد احنا عاملين موضوع عشان ندرس لكم الكلام الفاضي لبيشنت فاكتور وهوسبيتال فاكتور وسيرجيكال فاكتور، لعلمكم الموضوع ده كله معمول عشان خاطر التايب اوف سيرجري. يعني ما هو طول عمر الجراحه كان الجراح بيشتغل فيه هيماتوما في ديد سبيس، احنا كان عندنا استاذ يقول لي مالكش دعوه بدم العيان، دم العيان طاهر. واستاذ طول عمر كان فيه هيماتوما وفي فورم بادي وفي نيكروتيك تيشو وفي ديد سبيس وبنحط درين في الديد سبيس، طول عمر الحاجات دي معموله. لعلمكم الموضوع ده اتعمل لما اتعمل الجدول بتاع العمليات، ام الضربه لما هتيجي هتيجي في الجدول، يعني الام اس كيوات لو جت هتيجي في الجدول، فاهمين يا رب؟ انما اكيد مش هتيجي في الكلام الفاضي ده. يعني recommendation very important very important، وكأن الموضوع ده جدول زائد recommendation، الجدول والrecommendation، فاهمين على؟ شوفوا بيقول لك في الكلين سيرجري no need for antibiotics، the infection rate قليل قوي، انما البوتنشالي contaminated اللي هي كلين كونتامينيتد سنجل دوز اوف انتيبيوتيك ساعه قبل الجراحه قبل ضربه المشرق بس. طب وكونتامينيتد قبل العمليه بساعه وممكن نكمل 3 ايام. طب والديرتي الانتيبيوتيك كيوراتيف، الانتيبيوتيك مهم جدا بصراحة يا ولاد، مش هي دي ريكومنديشنز بس، ريكومنديشن كتير يعني. يعني ريكومنديشن ان انت ما تدخلش العيان المستشفى قبل العملية فترة طويلة، يعني لو يقدر يعمل الانفستيجيشن بتاعته كلها من بره ويجي يوم العملية او قبلها بيوم ده كفاية قوي. العيان لازم يستحمى مرتين، مرة بالليل ومرة الصبح، فمين يستحمى بديتول يقتل 99.9% من الميكروبات. العيان لما نيجي نحلق له نحلق له في اوضه التحضير، فاهمين يا رب؟ لما نيجي نحلق له نحلق له في اوضه التحضير. يعني كنت زمان واحنا صغيرين كنت اقعد احلق للعيانين قبل العمليه بيوم، الكلام ده بطلوه طبعا، ده كلام في منتهى الخطوره، لان السكراتشز بتحوي بكتيريا، فالعيان يحلقوا له وهو داخل عمليات. الحكيمه دلوقتي اللي بتحلق له مش النايب، بتحلق له في الاوضه بتاعه التحضير قبل ما يخش على طول على العمليات، فاهمين يا رب؟ لازم الانتيبيوتيك مش بديل الجوننج، يعني الانتيبيوتيك ده مش بديل ان انت تتعقم وتلبس جونات معقمه وان اوضه العمليات تبقى معقمه والالات معقمه، الانتيبيوتيك مش بديل للكلام ده، فلازم الانفكشن كنترول بتاعك يبقى كويس قوي، فاهمين؟ وبعدين بقى البق بتاع الانتيبيوتيك،
يعني كل ده وبعدين بقى بتاع الانتيبيوتيك. طب الام اس كيو بتيجي فين؟ في الحته دي. الانتيبيوتيك يتاخد امتى؟ ساعه قبل ضربه المشرط. هو الام اس كيو بتيجي في ساعه قبل ضربه المشرط. فاهمين هذا ولا لا؟ عشان كده هو الام اس كيو هتيجي في الجدول، في الجدول او في حكايه ان الام اس كيو ساعه قبل مضرب المشرط. اما الواد عبد الله اللي بيسالني يعني ايه سبيل، مش انا قلت يا لما نيجي نعمل ترسكشن عشان نحط كلامبات ونشيل انتستن الكلام بتفتح، قلت يا لهوي ورحت قافل. بس ميجور سبيل يعني الكلام بتفتح وانا مش واخد بالي، فالجي اي تي قعدت توقع حاجات في الفيلد. ماينور سبيل يعني نزل من الانتستن جوه الفيلد فسوه، رحت لاحق على طول قافل. او مثلا ربطت الاسطمب بتاع الزايده فك، رحت قافشه على طول، هو ده ماينور سبيل. انما لو اتفتحت مثلا وانا مش واخد بالي وفي كميات كبيره طلعت، دي اسمها ميجور سبيل. كلام؟ مش عارف يعني الصفحه دي شايف ان ملهاش اي 30 لازمه يعني. يعني بيقول لك لو حد جاله ووند انفكشن، فانت ما تدوش مضاد حيوي لما تعمل كالتشر سنسيتيفيتي قبلها، يعني تاخد عينه للكالتشر سنسيتيفيتي وبعدين تبدا الامبريكال انتيبيوتيك. يعني تبدا الانتيبيوتيك اللي انت هتديه له على بال ما تطلع نتيجه الكالتشر. فالعينه بتاعت الصديد بتتاخد قبل ما تدي الانتيبيوتكس. فاهمين على افتح الجرح، شيل اي فورم بادي جوه، اي نيكروتيك تيشو، اغسل بسلاين، غير عليه. انا شايف كلام اهبل يعني. يعني لو حد جاله ووند انفكشن خد مزرعه، بعدين نتيجه المزرعه هتطلع بعد يومين مثلا، ادي بقى الانتيبيوتيك اللي انت ناوي تديه امبريكالي على بال ما المزرعه تطلع. بندي ازاي يا اولاد انتيبيوتيك امبريكالي؟ في كذا طريقه. يعني في طريقه، شوف انت عامل عمليه فين، يعني عامل عمليه في الجي اي تي، فهيبقى الميكروب ايكولاي، يعني انت محتاج انتيبيوتيك ضد الجرام نيجاتيف. ولا انت كنت عامل عمليه في الجلد، يعني عامل مثلا سكين جرافت، وانت متوقع ان الانفكشن مثلا استافيلو كوكالي يعني مثلا، ولا انت شايف خضار في الجرح في الصديد فمتوقع سيدوموناس مثلا، ولا انت ناوي تدي حاجه امبيريكالي امبيسيلين جرامايسين فلاجيل جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف انا روب على بال ما النتيجه تطلع. دي طريقه تانية انك تدي حاجه برود سبيكترم، تقول لك زي ما تقول كده حزم الحاجه، فاهمني، على بال ما نتيجه المزرعه تطلع. او بتدي تبع مشاعرك، انت حاسس ان الميكروب الموجود ده غالبا هيبقى ايه من طبيعه العمليه يعني، فاهمين يا اولاد. او الانتي بايوجرام بتاع المستشفى، ان المستشفى منبهه ان احنا عندنا ميكروب منتشر في المستشفى وهو ده اللي عامل لنا مشاكل، فاهمني، واحنا بنريكومند ان انت تدي المضاد الحيوي الفلاني. في حاجه اسمها انتي بايوجرام، يعني المستشفيات مفروض ان كل شهر كده بيقعدوا مع بعض الدكاتره ويشوفوا هو اكتر ووند انفكشن عندهم الميكروب كان ايه، وكان بيستجيب لمضاد حيوي ايه، ويطلعوا كده منشور، يطلعوا منشور ويوزعوا الدكاتره انتي بايوجرام انتي بايوجرام انتي بايوجرام انتي بايوجرام يا ليلى، انتي بايوجرام يا احمد، انتي بايوجرام. يعني الاجتماع بتاع الدكاتره ده عشان يعرفوا الانتي بايوجرام. فاحنا هندي مضاد حيوي ايه امبيريكالي، امبيريكالي قبل المزرعه ما تطلع. الديبندز على انت عارف انت بتعمل عمليه ايه، فانت عارف انها مثلا ايكولاي غالبا لان انا كنت شغال في جي اي تي، ولا البسط بخدر فانت متوقع ان سودوموناس، ولا انت شايف مثلا الانتي بايوجرام كان كذا، فاهمني، ولا انت هتدي حاجه امبيريكالي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف انا روب على بال ما المزرعه تطلع. انما فكره بقى ان انا افتح الجرح وانضفه واشيل الفورم بادي والنيكروتيك تيشو
واغسله بصلاين واغير عليه، عيب بقى. عيب عيب، ده كلام يعني، يعني ممكن ادرسه للممرضة يعني. فاهمين على ده ولا لا؟ هيقعد يحكي بقى قصة الاندوجينوس سورس اوف انفكشن ده بيجي منين؟ يعني ابسط حاجة واكتر حاجة الجراح بيتكلم عنها الجي اي تي، ان الجي اي تي دي مليانة قلقاه، والقلقاه مليان ميكروبات، وان اللي مانع الميكروبات من انها تخش الدم الميوكوس ميمبر. فلو البارير بتاع الميكوزا اتكسر هتخش البكتيريا تعمل حاجة اسمها ترانسلوكيشن، وتتحرك من جوه اليومن لجوه البلاد. فلو الليفر كمان الاكتيفيتي بتاعته قليله كفر سيل، هتروح الدم البكتيريا، هتروح الدم. والكلام ده ترانس لوكيشن بكتيريا مش غريب عليكم، احنا شرحناه كتير قوي صح؟ اكتر مكان شرحت لكم فيه، اكتر وقت شرحت لكم فيه ترانس لوكيشن بكتيريا كان ايه؟ الشوك، لما قلت لكم ان الانتستين فضلت شوك فتره طويله فالميكوزا ماتت، او انتستاينال اسكيميا، شاطره، ميزنتريك فاسكولا اكولوجا، يعني شرحتها مره وانا بشرح الميزنتريك فاسكولا اكولوجا وقلت لكم الانتستاينال اسكيميا، وشرحتها مره وانا بشرح لكم الشوك، وقلت لكم في العام الشوك دي ان الانتستين بتبقى اسكيميك، فممكن يحصل ترانس لوكيشن للبكتيريا. اقول لكم على مناسبه تانية شرحت لكم الحكايه دي فيها، وانا بشرح البنكرياتيتس قلت لكم لو مايلد كيس اوف بنكرياتيتس والعيان ما بيرجعش اكله، لكن لو العيان بيرجع ما تاكلوش واديله تي بي ان. السؤال الجاي، طب انت ليه مستعجل على تاكيله؟ يعني لو العيان ما بيرجعش انت ليه مستعجل على تاكيله؟ لان انت لو ما اكلتهوش بيتغير الانتستاينال فلورا، بتبقى باثوجينيك وتبدا تهاجم جدار الانتستين وتاثر على الانتجريتي اوف ميكوزا، صح يا اولاد؟ ويحصل ترانسلوكيشن للبكتيريا. عشان كده وانا بشرح البنكرياتيتس جبت لكم حكايه سيره حكايه الترانسلوكيشن للبكتيريا، فانا جبتها في سيره الميزنتريك فاسكو اوكلوجن والانتستاينال اسكيميا في الشوك، ورجعت جبتها في البنكرياتيتس، وقلت لكم ان البنكرياتيتس بيجي فيها الترانسلوكيشن ده نتيجه ان مفيش انترال فيدنج، مفيش انترال فيدنج، كله بارنترال، كله بارنترال، فالانتستاينال فلورا غيرت طبيعتها فبدات تهاجم جدار الانتستين. فاهمين على ده؟ فالعيان بدا يجي له انفكشن، يعني حصل له ترانسلوكيشن. شايفين اولاد؟ سبلانكينج اسكيميا، بور ليومينال نيوتريشن، اولترد انتستاينال فلورا. فاهمين اولاد؟ ازيك يا ندى؟ انا مش فاهم، سامع صوتك النهارده ليه؟ ايه في ايه يا ندى؟ مش سامع صوتك النهارده. وبعدها ما خدتش السؤال بتاع الانجليزي النهارده بتاعي، ما خدتش السؤال بتاع الانجليزي الحصه دي. وفين سلمى؟ وانا ليه مش حاسس بيك يا ولاد؟ الف سلامه ليك يا ندى. ايوه يا سلمى، ايه مش حاسس بيكوا يا ولاد؟ مش تناقشوني كده ولا هنقعد كده الحصه ملهاش معنى ولا طعم؟ ازيك؟ هاي هاي يا ندى. هاي هاي. بدأ يتكلم عن فكرة بقى الترانسلوكيشن للبكتيريا، وإن البكتيريا تخش البورتال سيركيليشن، وإن الإسكيميا لو حصلت في الميكوزا نص ساعة هيحصل ترانسلوكيشن. يعني وانس إن إحنا فقدنا الانتستاينال بارير بتاع الميكوزا نص ساعة يحصل ترانسلوكيشن. أول ما الميكوزا تموت بعد نص ساعة هتبقى البكتيريا في الدم. أول ما الميكوزا تموت بعد نص ساعة البكتيريا هتبقى في الدم. وبالتالي الكوفر سيل
مش يعني امبيرد هي كمان، مش هتعرف تاكل البكتيريا فاهمينها. بعدين حط ان بي غريبه كده، يعني مش فاهم ايه يعني ايه مناسبتها، يعني انا مش فاهم اصلا هو ليه حط الحته دي اصلا يعني فاهم. بس يعني خلاص بيقول 30% من الناس اللي بيجي لهم اورجان فيلير وانا مش شايف سورس اوف انفكشن عندهم، بيبقى غالبا اندوجينس سورس اوف انفكشن. 30% من الناس اللي بيجي لهم اورجان فيلير واحنا مش عارفين ليه جالهم اورجان فيلير، بيبقى عندهم اندوجينس سورس اوف انفكشن. فانا بصراحه الكلمه انا مش فاهم هي محطوطه ليه، الا اذا كان ناوي يجيبها ام سي كيو هي او حاجه مش عارف يعني. فقلت احمر هاركو، لان انا شايف ان كل الدرس اللي احنا قلناه ده ما فيهوش الا الجدول، وهندي مين انتيبيوتيك الانتيبيوتيك امتى وكده. اما البارير ده احنا خدناه 90 مره، بارير ايه البارير ده احنا خدناه 90 مره، ايه المناسبه وحطه ليه يعني فاهمين. بس انا لقيت ان دي ممكن ايه تيجي كده كلمه ضاله، ودي حاجه خاصه حتى بتوع عين شمس مش بتوع القصر العيني، بتوع القصر العيني ما لهمش دعوه بالكلام الزباله ده فاهمين. يا 30% من الناس اللي عندهم اورجان ديسفانكشن او اورجان فيلير بيطلع عندهم اندوجينس سورس اوف انفكشن هو السبب يعني احتمال. نوزوكوميا اللي خدناه، نخش على الانتيبيوتكس. بس على قد احنا ايه مش هنشرح جراحه بقى، يعني انا عمري ما شرحت هذا الكلام، يعني في حاجه كده ولاد انا عمري ما شرحتها يعني، وما اعرفش بصراحه بتوع الفارما دول يعني الله يكون في عونهم يعني بيشرحوا الكلام ده ازاي، الا لو هم متعمقين اكتر مني فهم يعني عندهم سيستم للعرض يعني برودلي، ويقدروا يقسموا الحاجه فتبقى روشه ولذيذه يعني. انما ايه يعني انا وجهة نظري ان انت عشان تفهم الحكاية دي لازم تفهم تاريخ يعني، بس تقوم تفهم شوية الخزعبلات دي يعني. يعني زمان كان قبل الحرب العالمية، في الحرب العالمية الثانية كان في واحد انجليزي شغال كده، وبعدين في المعمل، وبعدين لقى الفطر بتاع البنسلين ده كان عامل مزارع بكتيريا، وبعدين لقى في مزرعه البكتيريا اللي فيها ماتت، فهو مش فاهم مش معنى المزارع كلها اوكي الا المزرعه دي، فاكتشف ان فيها فنجس وان الفنجس ده هو الموت البكتيريا، فقعد يربي الفنجس وراح حطه في البطاطين، حطه في البطاطين وسافر راح امريكا. فللاسف كان اكتشاف البنسلين في امريكا فاهمين. طبعا اكتشاف البنسلين ده كان حاجة يعني طلقة يعني، لأن هو مكننا من رقبة الميكروبات يعني. أول نوع من البنسلين طلع اللي هو البنزايل بنسلين ده ولاد، وده أكتف أجينست الجرام بوزيتيف بكتيريا، يعني أجينست الاستريبتوكوكاي. تعرفين في بكتيريا اسمها البكتيريا السباحية اللي هي عاملة زي السبحة، شايفين؟ عاملة زي السبحة كده اللي هي الاستريبتوكوكاي دي جرام بوزيتيف، ودي ما بتطلعش بنسلينيز، ما بتطلعش بنسلينيز، يعني بنسلينيز او بيتا لاكتاميز، يعني دي زي دي بنسلينيز او بيتا لاكتاميز نيجاتيف. لكن في ميكروبات تانية بتبقى عامله زي عنقود العنب كده، ستاف يعني بقع، الستاف دي بنسلينيز بوزيتيف. بس الحقيقه في بدايه اكتشاف البنسلين كان عدد قليل قوي، كان عدد قليل قوي من البكتيريا اللي هي بنسلينيز بوزيتيف. لا الكلام ده على القصر العيني يا اميره، مش على عين شمس، مش على القصر العيني. كان انا قلت من اول ما نخش بقى على شويه الفارماكولوجي وبتاع الكلام الخاص بتوع عين شمس مش بتوع القصر العيني. اللي عايز يقعد يسمع من القصر العيني اهلا بيه طبعا، اللي عايز يخلع يخلع، يروح يعني ينام يشوف يعني فاهمين.
المهم ان البنسلين كان قوي اجينست الجرام بوزيتيف بكتيريا الاستريبتوكوكاي على وجه التحديد، الاستريبتوكوكاي والكولستريديا اللي هي بتعمل جاز جنجرين. والحقيقه ان حروب، ان جروح الحروب كانت مينلي كولستريديا. عشان كده في الحرب العالميه الثانيه لما طلع البنسلين عمل طفره، الامريكان عملوا بيه طفره، لان العساكر عندهم بياخدوا بنسلين فما بيجيلهمش جاز جنجرين. فاهمين؟ بيتعمل لهم ديبرايدمنت وبياخدوا بنسلين فما بيجيلهمش جاز جنجرين. وكان طفره الحقيقه ممتازه في التعامل مع الكوليستريديا والجرام بوزيتيف بكتيريا الاستريبتوكوكاي وسترينز من الاستافيلوكوكاي اللي ما بتطلعش بنسلينيز، يعني بعض السترينز كده من الاستافيلوكوكاي بس تكون ما بتطلعش بنسلينيز. انا عارف كويس ان انتوا عارفين ان الاستاف في جنريشنز منها بتطلع بنسلينيز، بنسلينيز بوزيتيف، وجنريشنز تاني لا، لكن الاستريبتوكوكاي كلها بنسلينيز نيجاتيف. انا عارف ان انتوا عارفين المعلومه دي وان احنا قلناها اكتر من مره. في فنجس برضو اسمه اكتينومايسس اسرائيلي، ده بيعمل باس ريتش ان سلفر جرانيولز كده، برضو من الحاجات اللي البنسلين بتموته. لكن استيل في مشاكل في البنسلين. اول حاجه انه انجكشن، مفيش اورا، لازم حقن. تاني حاجه انه جرام بوزيتيف. فشويه بقى شويه ابحاث كده بدأ يطلع حاجة اسمها بنسلين في، طلع حاجة اسمها بنسلين في، وبعدين طلع حاجة اسمها أموكساسيلين وأمبسيلين، وبدأوا يطلعوا جينيريشنز من البنسلين تقاوم الجي اي تي وهي نازلة، يعني السكريشنز بتاعت الجي اي تي ما تحللهاش فتقاوم السكريشنز بتاعت الجي اي تي وهي نازلة. فبدا يتغلبوا على فكره ان كل الانتيبيوتيك انجكشن لا، في برشام، في برشام، وان دلوقتي انا عندي بنسلينز، بنسلينز تقدر تقاوم الجي اي تي سكريشنز وتمتص وتروح الدم من غير انجكشن. فكانت النتيجه ان بدا الجرام بوست البكتيريا الاستريبتوكوكاي والكوليستريديا والحاجات دي انا ممكن اعالجها بامبسيلين، فاهمين؟ او اموكساسيلين او بنسلين في اورال بدون الحاجه الى انجكشن. وبدات تاثر على بعض السترينز من الانتيرو بكتيريا، يعني ما بدات تموت برضو الانتيرو بكتيريا، فبعض الحالات كده بتاعت الجاسترو انترايتس استجابت. بس ستيل احنا عندنا مشكله، المين سبيكترم جرام بوزيتيف، المين سبيكترم جرام بوزيتيف وبنسلينيز نيجاتيف، يعني جرام بوزيتيف وبنسلينيز نيجاتيف، هو ده المين سبيكترم بتاعي جنب الكوليستريديا. فانا عايز حاجه، يعني عايزين حاجه للجرام نيجاتيف، فراحوا مطلعين حاجه اسمها يريدو بنسلين، يعني بدأوا يغيروا رينجز كده في البنسلين ويطلعوا حاجة اسمها يريدوا بنسلين، يعني بنسلين بس يريدوه جرام نيجاتيف، يعني بنسلين بس يريدوا ان يكون جرام ايه نيجاتيف يعني. فطلع فعلا الازلوسيلين والميزلوسيلين دول بنسلينز، بنسلينز، ولكن السبيكترم بتاعهم ميلي ضد الجرام نيجاتيف. والانتيرو بكتيريا بقى والكليبسيلا والسودوموناس وبتاع، لكن هو بنسلين عادي، هو بنسلين، فالبنسلينيز بيكسروا، لكن بنسلين جرام نيجاتيف، ودي حاجه كانت غريبه جدا. فاحنا اصبح عندنا بنسلين جرام بوزيتيف ومنه انجكشن ومنه اورال، وعندنا بنسلين جرام نيجاتيف يريدوا بنسلين. فلما طلع بيريدوا بنسلين ده، يعني كانت حاجه كويسه جدا ان بدا يبقى في انتيبيوتيك ضد الجرام نيجاتيف بكتيريا. واصل خلي بالكم البنسلين زي اولاد من الحاجات السيف برضو، السايد افكتس بتاعتها قليله يعني. ايوه بس احنا يعني كده انا ايه، لازم اعرف نوع البكتيريا اللي عند العيان جرام بوزيتيف فاديله حاجه ضد الجرام بوزيتيف.
نوع البكتيريا جرام نيجاتيف، فدي له حاجه ضد الجرام نيجاتيف. طب يعني افرض عيان عنده حته فيها جرام بوزيتيف وحته فيها جرام نيجاتيف، مفيش مضاد حيوي كده يغطي لي السبيكترم بتاع البوزيتيف والنيجاتيف. فراحوا واخدين ايه الرينج بتاعت البنسلين والكيفالوسبورين، يعني خدوا الرينجز بتاعت البنسلين والكيفالوسبورين كمان، وبداوا يعملوا عليها تعديلات كده، فبداوا يطلعوا انتيبيوتيك ضد الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والاناروب. كسر الدنيا. البنسلينز الحديثه دي او البيتا لاكتام، يعني بنسلين او كيفالوسبورين، وبدا يقولوا الحاجات البنسلين ديريفاتيف هنديها كلمه بينامز، زي الاستريونام هنديها كلمه بينامز، والحاجات اللي جايه من كيفالوسبورين هنديها كلمه سيفيبيمز، زي كاربا سيفيمز. دي فاهمين يعني، حطوا السافكس دي عشان خاطر نعرف الرينج الاصليه كانت بنسلين ولا كانت ايه كيفالوسبورين. يعني المهم هم هدموا فكره بنسلين وكيفالوسبورين من كتر التعديلات اللي دخلت على الرينجز، لكن اصبح في مجموعه كده اسمها بيتا لاكتام انتيبيوتيك سبيكترم هوريبل، كلت الدنيا ولاد. كل علبتين انتيبيوتيك كانوا بيتباعوا في العالم كان فيهم واحده بيتا لاكتام، يعني اصبح ما فيش حد بيستخدم انتيبيوتيك الا البيتا لاكتام انتيبيوتيك. اشمعنى؟ يعني انتوا عارفين الدكاتره اللي متخرجين يا اولاد ما يختلفوش عنكم، هو مش عارف العيان عنده ايه اصلا، فاهمين؟ فهم عايزين انتيبيوتيك بقى ايش، جرام بيس بوزيتيف يشتغل وجرام نيجاتيف يشتغل وانا روب يشتغل، اما العيان عنده ايه براحته، فاهمين يا ولاد؟ فطبعا كال السوق بذمتك يا ولاد، انتوا ما نفسكوش في امتحان الاجابه كلها سي؟ يعني ده امتحان يبقى جميل، الاجابه كلها سي، فده الاجابه سي او الاجابه بي، بي لاكتام جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانا روب. بس ستيل في عيب، في عيب يا ولاد، ان البكتيريا البيتا لاكتاميز هو الانتيبيوتكس دي كلها فيها رينج اسمها بيتا لاكتام رينج، فالبكتيريا البيتا لاكتاميز بتكسره سيربرايز. على فكره دي الرينج بتاعت البنسلين. بصوا انا لسه ايه ما دخلتش في الموضوع قوي، يعني انا لسه ما دخلتش في الموضوع قوي عشان خاطر اخليه لذيذ، يعني ما لسه ما عنديش وقت بصراحه، لكن انا نفسي اول اجازه يوم اخده اجازه اقعد على الحته دي بصراحه، عجباني يعني. يعني دي الرينج بتاعت البنسلين، سيبك انت من اي حاجه احفظ ان عليها ار، ودي الرينج بتاعت الكيفالوسبورين كبيره قوي كبيره قوي. فهم بداوا ياخدوا الرينج بتاع البنسلين، فاهمين يا رب؟ وبعدين يعملوا عليها تعديلات كده ويطلعوا حاجه اسمها بينام. بينام اي انتيبيوتيك بينام ده بيتا لاكتام جاي من البنسلين، فاهمين يا رب؟ مثلا بداوا ياخدوا الكيفالوسبورين مثلا، وبعدين الكيفالوسبورين بيبقى كبير كده ولا، بس يعني هم مثلا هنا واخدين حته من الكيفالوسبورين، وبعدين يعملوا عليها ايه تعديلات فيطلعوا الكاربا بينيم بينمز، الكاربا بينمز كلها تطلع من الرينج دي، يعني ممكن ياخدوا حته من الكيفالوسبورين ويعملوا عليها تعديلات ويطلعوا الكاربا بينمز. لعب بقى، يكسروا حته من هنا ويكسروا حته من هنا ويفتحوا حلقه ويعملوا مش عارف ايه ويكسروا الحلقات ويفتحوها، البكتيريا اتلخبطت يا ولاد. البكتيريا بصت كده قالت يا لهوي انا مش فاهمه حاجه، بينام وما بينامش وبتاع وايه ده كله. البكتيريا يا اولاد كان شعورها زيك كده بالظبط، كميه لخبطه جامده جدا. سربرايز، قدر على البيتا لاكتاميزس. يعني البيتا لاكتام انتيبيوتيك دي رغم انها بيتا لاكتام، رغم انها بيتا لاكتام، اكتشفنا انها بتموت البيتا لاكتاميز بكتيريا كمان.
فبقت سربرايز جميله جدا ان البي 3 انتي بايوتيك جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف واناروب وبيموت البي 3 انتي بايوتيك بي 3 بكتيريا كمان. فهمني؟ لا ما هماش خليط يا ندى. يعني يا ندى حرام عليكي، انت ما بتاخديش كيمياء؟ يعني دي الرنج بتاعت البنسلين مشي كده طلعت البنام، ودي الرنج بتاعت الكيفالوسبورين مشي كده طلعت البنيم. يعني وده في علبه، ده في علبه وليها حبوب، وده في علبه تانية وليها حبوب. وحشتيني يا ندى. ايوه كده يا ندى، ايوه كده. هو يعني على حسب، على حسب هم واخدينه من البنسلين ولا واخدينه من الكيفالوسبورين. والعلم كندا ايه، لما قريت شويه كده اكتشفت ان هم هدوا التقسيمه دي وبداوا يقولوا في 5 رينج ساتوريتد وانتيبيوتيك 5 رينج ان ساتوريتد وانتيبيوتيك 5 رينج ان ساتوريتد وعليها مش عارف ايه. بس انا عايز اقعد اقرا، عايز اقعد اقرا، ما ينفعش ابص بسرعه كده، عايز اقعد اقرا، عايز تو انجوي ماي سيلف يعني، فاهمين يا رب؟ عشان افهم هم يعني كسروا الحاجات دي ازاي وعملوها ازاي يعني. ولكن هم طلعوا انتيبيوتيك طلقه البي 3 ده جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، يعني كانه جمع بين مميزات اليوريدو بنسلين ومميزات البنسلين. مش بنخش على شغل الصيدله يا يارا، هو الفكره كلها انا يعني انا اشرح الكلام ده ازاي يا يارا؟ يعني بذمتك لو انا مسكت الحاجه قعدت اقرا السلايد، طب ما اي طالب يقرا، ما دي برضه حاجة وسخة يعني، ما أنا مش أخوك الكبير. بس أنا لما أقرأ في حاجة كده بفهمها برودلي من تحت كويس، فبقدر أطلع منها الحاجات بالترتيب الصح. فهماني؟ بس فهو دي مشكلة الشرح، يعني الشرح دايماً عشان تعرفي تشرحي غير لما تقري، يعني أنت ممكن تقرأ بسرعة كده، تقرأ بسرعة كده الحاجة وتخش، ما أنتش يعني فاهم حاجة، أنا معرفش. المهم يا ولاد ان البيتا لاكتام ده في وقت كان يعني جميل جدا في انه قدر الانتيبيوتيك على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والاناروب، مش بس كده وراح عاملين كده البكتيريا، فراحت البيتا لاكتاميز كمان ماتت. فاهمين يا ولاد؟ فالحقيقه ان البيتا لاكتام انتيبيوتيك دي الاستيريو نام، وطالما نام طالما نام يبقى بنسلين، انما سي في بيمز ايمز يبقى كيفالوسبورين ديريفاتيف. فاهمني؟ فطلع بقى كذا واحد نام وكذا واحد ايمز وبتاع، فاهمين يا ولاد؟ بس كلهم بيتا لاكتاميز، كلهم بيتا لاكتاميز، فاهمين يا ولاد؟ ويشتغلوا على الجرام بوزيتيف ويشتغلوا على الجرام نيجاتيف ويشتغلوا على الاناروب ويشتغلوا على البيتا لاكتاميز بكتيريا. وايه حكايه البيتا لاكتاميز بكتيريا دي يا ولاد؟ البكتيريا دي بتطلع انزيم اسمه بيتا لاكتاميز. كل المضادات الحيويه دي الكيفالوسبورين والبنسلين فيهم رينج كده اسمها بيتا لاكتام. البكتيريا بتعمل ايه؟ بتكسرها. اول ما تكسر البيتا لاكتام رينج دي الانتيبيوتيك يفقد قيمته، بيبقى حاجه اسمها بنسلونيك اسيد. فاكرين يا اولاد لما كانوا يقولوا لك اللي عنده حساسيه من البنسلين يجي له حساسيه من الكيفالوسبورين؟ لان استراكشرالي البنسلين شبه الكيفالوسبورين، هما الاثنين فيهم البيتا لاكتام رينج دي، الحساسيه من البيتا لاكتام. فاهمين يا اولاد؟ فهو البكتيريا ليها القدره انها تخش على البيتا لاكتام رينج تكسرها. بس هو مش يعني البكتيريا دي عندها البيتا لاكتاميز نمره 1، والبكتيريا دي عندها البيتا لاكتاميز نمره 2، والبكتيريا دي عندها البيتا لاكتاميز نمره 3، والبكتيريا دي عندها البيتا لاكتاميز نمره 4. مش هطول عليك، هعتمد على مستوى ذكاء. يعني في اعداد كبيره قوي من بيتا لاكتاميز، صح؟ حين البيتا لاكتام قدر على معظم البيتا لاكتاميز، لكن كان عندها مشكله، ما قدرش على بعض البيتا لاكتاميزس، يعني بعض البيتا لاكتاميزس غلبته. بس حلو حلو، انا عندي انتيبيوتيك بيموت الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والاناروب والبيتا لاكتام البيتا لاكتاميز بكتيريا اللي استفيلوا كوكاي، يعني اللي هي بيتا لاكتاميز
ما عدا شويه ما قدرتش عليهم، لان البيتا لاكتام بتاعهم متطور اكتر من الانتيبيوتيك بتاعي، لان البيتا لاكتاميز بتاعهم متطور اكتر من الانتيبيوتيك بتاعي. انتوا فاهميني لغايه دلوقتي يا اولاد ولا لا؟ تمام. فراحوا ايه، بدات جينيريشنز كده تطلع من بنسلين كتيره تحاول تهاجم البكتيريا اللي بتطلع البيتا لاكتاميز. من اول الحاجات اللي بدات تطلع الفلوكساسيلين والاوجمنتين، ودول انتوا حافظينهم صم، وان الاوجمنتين ده اموكساسيلين وعليه جلافيولونيك اسيد، وانه شبه السم في الكفته، وان انا بديها اموكساسيلين من اللي بتاكله، البكتيريا بتاخد الاموكساسيلين دي تاكله وتتكرع كمان، رحت انا حطيت لها السم في الكفته اديتها جلافيولونيك اسيد، فلما حطيت الاموكساسيلين مع الجلافيولونيك اسيد راح الجلافيولونيك اسيد مبوظ البنسلينيز، راح الاموكساسيلين مموتها. وبدات تطلع بقى الفلوكساسيلين والاوجمنتين، وبعدين البكتيريا عرفتهم، فلما بقت تشوفهم كده تقول له ايه ده، مش انت الجلافيولونيك اسيد؟ والله ما انا مدخلاك، انت بتبوظ لي السيل ممبرين بتاعي. ما بقتش البكتيريا تدخله، يوم هو ياثر على تصنيع السيل ممبرين ويبوظها. عرفته وعرفت الفلوكساسيلين، مش كلهم بس في شويه من البكتيريات كده اولاد منايفه، فاهمني؟ ففهموا، فاهمين يا رب؟ ففهموا ان المضاد الحيوي ده بيموتهم، فما بقوش يدخلوه، عندهم الخليه. وبعدين احنا خدنا بالنا ان في شويه بكتيريا منايفه بتقاوم البيتا لاكتاميز، وبتقاوم الفلوكساسيلين، وبتقاوم الاوجمنتين، يعني استافيلوكوكا شرسه بتقاوم البيتا لاكتاميز، وقاوم الاوجمنتين، وقاوم الفلوكساسيلين. فراحوا مطلعين حاجه سنسيتيك كده اسمها ميسيسيلين. الميسيسيلين احدث خساير عنيفه في الاستاف، لدرجه ان هم سموه ستافي سيلين. يعني الميسيسيلين اول ما طلع اولاد كان سيمي سنتيتك كده بنسلين، بس برضه عملوا عليه شويه تعديلات كده. فأحدث خساير عنيفة في الاستاف، وأصبحت الاستاف اللي هي البيتا لاكتاميز دي تحت رحمتنا خلاص. بس كان في مشكلة في الميسيسيلين، إنه بيبوظ الكلى، بيعمل انترستيشال نفرايتس، بس هو العيان هيموت. طيب أديله الميسيسيلين يعمله انترستيشال نفرايتس ولا أسيبه يموت؟ لا، هديله الميسيسيلين. شويه بدات البكتيريا تتعرف على الميسيسيلين، فراحت طالعه المرسى الميسيسيلين ريزيستنت ستاف ايرس، فبقينا ندي الميسيسيلين يبوظ الكلى وما يموتش البكتيريا، فراحوا موقفين الميسيسيلين، خلوه في المعامل بس عشان يعرفوا ان دي مرسى، يعني في الطبق كده لما يجي يعملوا المزرعه يحطوا هنا ميسيسيلين ويشوفوا هيموت البكتيريا ولا لا، لو ما موتهاش يبقى ده مرسى، البكتيريا دي مرسى. توقفوه امتى بقى يا اولاد؟ لما طلع الفانكومايسين، لان الفانكومايسين قدر يموت المرسى، يعني بدا يموت البكتيريا اللي قاومت الميسيسيلين، راح الفانكومايسين مموتها. الفانكومايسين ده طلع سنة على قد ما قريت يعني 1953، ودي برضو من الحاجات اللي هي كانت سربرايز بالنسبة لي، انه طلع في امريكا بدري قوي، يعني طلع من زمان، فاهمين يا رد؟ الا ان الفانكومايسين كان ثورة لغاية دلوقتي، الحقيقة لغاية دلوقتي هو ثورة، فاهمين يا رد؟ ان هو بيقدر على المرسى، وان هو خلى الميسيسيلين لاب انتيبيوتيك، بس هو خلى الميسيسيلين ده
لاب انتيبيوتيك خلاص، فاهمين يا ولاد؟ السبيكترم بتاعه حلو قوي على الجرام بوزيتيف، لكن هو كان اهم حاجه تميزه المرسى والسودو ممبرينس انتيروكولايتس اللي هو الكوليستريديا ديفيسيل. انا كنت شرحت لكم السودو ممبرينس انتيروكولايتس ده، ولا فاكرين لما كان عيان ياخد مضاد حيوي كانت الانتستين تعمل ممبرين كده، الانتستين كانت بتعمل ممبرين وكوليستريديا ديفيسيل تعيش فيه وتعمل العيان اسهال جامد، يبقى العيان هيموت، فاهمين يا ولاد؟ الحقيقه ان الفانكومايسين ده حلو قوي في السودو ممبرينس انتيروكولايتس، بيموت الكوليستريديا ديفيسيل دي في ممبرينها، يخش عليها في ممبرينها يموت، فاهمين يا ولاد؟ و السودو ممبرينس انتيروكولايتس والمرسا، لكن هو السبيكترم بتاعه حلو قوي على الجرام بوزيتيف. بس هو كان في بقى حصلت مشكله، اي انفكشن جرام بوزيتيف ستريبتوكوكاي ادي فانكومايسين، استافيلوكوكاي ادي فانكو اي في ايه؟ اي في ايه؟ ده سترونج ستويبون عندنا. ليه كل ما تلاقي واحد عنده اشتباه انفكشن ببكتيريا جرام بوزيتيف تقوم مديله فانكومايسين؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ المفروض الفانكومايسين ده ما يطلعش الا، ما يطلعش في الروشتة الا لسودو ممبرينس انتيروكولايتس او مرسا. المرسا يا اولاد مش باثوجينيك قوي، المرسا ريزيستنت قوي. انتوا عارفين لما تلاقي حد غتت هو مش فارق عن اللي قاعد جنبك على الكرسي، بس هو غتت يعني قتله صعب، فاهمين يا اولاد؟ لكن هي مش مور باثوجينيك، المرسا دي مش مور باثوجينيك عن بقيه الاستاف، بس اتمه كده وتبويتها صعب، فاهمين يا اولاد ولا لا؟ هما طلعوا الفانكومايسين ده سنة 53، سنة 1982 كده طلعوا واحد تاني اسمه تيكو بلانين. التيكو بلانين ده فات سوليبل، يعني على فكرة المضادات الحيوية دي اسمها جلايكو بيبتايد انتيبيوتيك، اسمها جلايكو بيبتايد انتيبيوتيك، هي بتبوظ الجلايكو بيبتايد اللي في السيل ممبرين بتاع الخلية، زي البنسلين، زي البنسلين يعني. بس ده كان لايبوفيليك، كان بيحب الفات، فكان البايو افيلابيليتي بتاعته اكتر، يعني بيروح على الانسجه دهن فبيخش في الفوسفوليبل ويخش جوه السيل ممبرين اسهل، فبدا يظهر التايكوبلانين ده زي الفانكومايسين ولكن البايو افيلابيليتي بتاعته اكتر. يعني مثلا في خناقه على النت كده، يا ترى الفيرسا اللي هو الفانكومايسين ريزيستنت ستاف ايرس هي ريزيستنت بجد، ولا الناس بتدي الفانكومايسين في حتت هو ما بيعرفش يوصل لها؟ يعني الانفكشن قاعده في حته الفانكومايسين مش عارف يوصل لها، طب ما تدور على التيكوبلانين. التيكوبلانين ده فات سوليبل فبيقدر يخترق الانسجه ويخش اسهل في وسط الدهن، فالبايو افيلابيليتي بتاعته هتبقى اعلى شويه من الفانكومايسين. فاهمين يا ولاد؟ شويه وظهرت مجموعه من الجرام نيجاتيف بكتيريا بقى، مش ستاف، الستاف احنا شغالين عليها وكانت اعلى حاجه وصلنا لها لغايه دلوقتي ان في مرسى، وان المرسى دي احنا تعاملنا معاها بالفانكومايسين، فاهمين يا ولاد؟ تعاملنا معاها بالفانكومايسين والتيكوبلانين، فاهمين؟ بعدين ده كلهم جرام بوزيتيف، ده كلهم ستاف جرام بوزيتيف، حتى الفانكومايسين ده السبيكترم بتاعه جرام بوزيتيف ملوش في الجرام نيجاتيف. ظهرت اسبل اكسيدنتد سبيكترم بيتا لاكتاميز ريزيستنت. البيتا لاكتاميز بتاعنا اللي هي المضادات الحيويه الجديده، البيتا لاكتاميز بتاعنا فاكرينهم يا ولاد ولا لا؟ فاكرين البيتا لاكتاميز بتاعتنا؟ ف
فاكرينها؟ اللي هي بينام وبينيم، فاكرينهم؟ احنا كنا فرحانين بيهم جدا، وبيموتوا الجرام بوزيتيف وبيموتوا الجرام نيجاتيف. راحت طالعه ايزابيلا وراحت مقفله علينا الليله. فاهمين؟ على الايزابيل دي ما هياش ستاف خالص، الايزابيل ده انتيرو بكتيريا جرام نيجاتيف، انتيرو بكتيريا جرام نيجاتيف، بقى لها القدره على التعامل مع البيتا لاكتاميزس وتوقيفها. فاهمين على ده؟ لا، احنا عندنا مشكله دلوقتي، ان افضل اسلحتنا البيتا لاكتاميزس اللي كانت بتموت الجرام نيجاتيف بكتيريا كلها، بدات بكتيريا في الانتستين من كتر ما شايفه البيتا لاكتاميزس قدامها، بدات البكتيريا بتاعت الانتستين تشوف البيتا لاكتاميزس وبدات تكسرها، واصبحنا بنفقد ويبون قوي جدا البيتا لاكتاميز. فاهمين على ده؟ حالة ما ظهرت الاسبل دي برضو الناس بتحاول تشتغل يعني. فطلع الكينولونز، الفلورو كينولونز. عارفين الكينولونز ده مش انتيبيوتيك، ده حاجه سينسيتيك انتي مايكروبيال، يعني ما فيش كائن حي يطلعها عشان يموت كائن حي. الانتيبيوتيك ده فانجس مثلا فرز مادة يموت بيها بكتيريا، هو ده انتيبيوتيك. كائن حي طلع مادة يموت كائن حي، ممكن احنا ناخدها ونطورها وبتاع مش عارف ايه، بس اصلها كائن حي. لكن الكينولونز دي لا، الكينولونز دي مادة احنا مصنعينها زي السلفة. مفيش أي كائن حي بيصنع سلفة، مفيش أي كائن حي بيصنع كينولونز. فاهمين على ده؟ فطلع الجنريشن من الكينولونز، منها الدلتا فلوكساسين. الدلتا فلوكساسين دي طالعه سنه 2017. شايفين حديث ازاي؟ ده من اقوى الاسلحه ضد الاسبل. فالفلوروكينولون كان الدلتا فلوكساسين بتاعه كان من حاجات قويه جدا ضد الاسبل. بس احنا ما نقدرش ندي الفلوروكينولون للاطفال لانه بيأثر على نمو الكارتريج، فما نقدرش نديه لا للاطفال ولا الحوامل. احنا نفسنا في حاجه بنسلن، نفسنا في حاجه بنسلن عشان الاطفال والحوامل اللي عندهم ايزابيل. ما هو ايزابيل برضو رخمه، ما ممكن تقصد طفل تقصد حامل. فطلعوا الببراسلين تازو بكتام. ببراسلين ده بنسلم، بس عليه حاجه شبه الجلافيلونيك اسيد اسمها تازو بكتام. تازو بكتام ده حاجه زي الجلافيلونيك اسيد كده بس متطوره اكتر. فطلع الببراسلين تازو بكتام ده عشان لو في طفل او حامل او واحده حامل عندها اسبل نقدر نتعامل معاها يعني. طبعا ستيل برضو لسه فاضل الكاربيبينينز، الاسبل ما عرفتش تبوظه، والاميكين اللي هو امينو جلايكوسايد، دي من الحاجات القديمه شويه يعني. ده بيتا لاكتاميز، ده بيتا لاكتام انتبيوتيك. الكاربابينينز ده بيتا لاكتام انتبيوتيك. هو الكاربابينينز ده، الكاربابينينز ده، ده كيفالوسبورين ولا بنسلين اصلا؟ الكاربابينينز كيفالوسبورين بأمرتي انمز، يعني هو اصله كيفالوسبورين بس مش مهم يعني. هما دلوقتي ما بقوش يقسموها كده لان بدات الاستراكشرز بتاعتهم تنهار خالص يعني. فالاميكين ده، الاميكين ده امينو جلايكوسايد، وكاربابينينز ده بيتا لاكتاميز. دول الاثنين الوحيدين من الجيل القديم، من الجيل القديم زي ام كلثوم كده عبد الوهاب لسه بيموتوا الايزابيل. لكن من الاجيال الجديده الدلتا فلوكساسين
والبيبراسيلين تازوباكتام. فاهمين على شوية؟ وراح تطلع مجموعة من الإزبل بتطلع كاربيبينيمز، راحت من مبوظة كاربيبينيمز. فتبقى عندنا من الأجيال القديمة الأميكيب، أو نقدر نقول بقى لو لقيت الإزبل خلاص، فأنت ما قدامكش إلا لو طفل أو واحدة حامل ببراسلين تازوباكتام، او لو حد يعني راجل او حد مش خايف عليه، يعني يكون حامل او طفل، يعني ممكن بندي الفلوروكينيلون اللي هو الدلتا فلوكساسين. مين على ده؟ لا. طب احدث حاجة ضد الاسبل، يعني دي اخر حاجة، ما عندناش حاجة بعدها، لو الاسبل سبقتنا مش هنعرف نموتها. كوليستين ده احدث حاجة، ده بوليميكسين او كوليستين ده احدث حاجة، يعني ده احدث حاجة بقى ضد الجرام نيجاتيف الاسبل، اللي هي الجرام نيجاتيف ريزيستنت بكتيريا اللي هو الكوليستين ده. عشان كده يا ولاد المفروض ما حدش يكتب الكوليستين ده خالص، يعني ده يبقى بريزيرفد لاخر حاجه. طبعا انتوا بتكتبوا لي ايه؟ لان شركات الادويه بتعدي عليكم تعشيكوا، يعني بالليل في النبطشيه بتعدي شركه الادويه تجيب لك سندوتش كومبو او وجبه كنتاكي وتقول لك انت عارف الكوليستين ده جامد جدا. هو انا مش انا عارف انه جامد، بس هو حرام ان انا اكتبه لواحد عنده اسهال، يعني انت كاتب له كوليسترول ليه يعني؟ فاهم انه عندك 90,000 حاجه ارخص، يعني ايه ارخص يعني؟ الوجبه. فاهمين على ده؟ فالكوليسترول ده دلوقتي اعلى حاجه يعني. طبعا انا اكتر شويه من الموجود عندكم في الكتاب، يعني انا اكتر شويه من اللي موجود عندكم في الكتاب، بس لما تيجي تقرا الكتاب دلوقتي هتلاقيه سهل قوي. يعني لما تيجي تقرا الكلام اللي في الكتاب دلوقتي عن البنسلينز واليوريدو بنسلين والبيتا لاكتام انتيبيوتيك والفانكومايسين هتلاقي الكلام بطاطا، هتلاقيه سهل قوي يعني. ده عيله لوحدها. ده البوليميكسين ده حاجة لسه طالعة يعني، عيلة لوحدها. واضحة يا ولاد؟ تعالوا نخش على قصة حياة الكيفالوسبورين. الكيفالوسبورين دي جينيريشنز بقى، أجيال طالعة ورا أجيال. أول جيل طلع من الكيفالوسبورين ده كان اسمه كيفليكس أو ديوراسيف، مشهور قوي، اكيد حد فيكم خده، يعني اكيد حد فيكم عي وادوله كيفليكس او ديراسيف. يعني احنا ممكن نستخدمه مثلا لو حد عنده دور برد ولا حاجه وبروفيلاكتيك لا يجيله سكندري انفكشن، هو حاجه خيبانه يعني، بس هو جرام بوزيتيف، يعني هو السبيكترم بتاعه جرام بوزيتيف مالوش في النيجاتيف. فاهمين على السيفازولين؟ السيفازولين ده مشهور قوي ان احنا بنديه بروفيلاكتيك انتيبيوتيك في معظم العمليات. اصلا ما جد بروفيلاكتيك انتيبيوتيك على ما بختارش احدث حاجه عندي، انا بختار ارخص حاجه عندي عشان ما اوريش الميكروبات الاسلحه اللي عندي يعني. فاهمين يا ولاد؟ فالسيفازولين ده مشهور جدا كبروفيلاكتيك انتيبيوتيك في معظم العمليات بتاعت الجراحه، وده فيرست جنريشن انتيبيوتيك. وبعدين مشكلته انه جرام بوزيتيف اكتر، فطلعوا سكند جنريشن من الكيفالوسبورين زي السيفاكلور، ده جرام نيجاتيف. فبقى عندنا نفس الدايليما، انتيبيوتيك جرام بوزيتيف
وانتيبيوتيك جرام نيجاتيف. طب بعدين انا نفسي في حقنه اديها للعيان او برشام اديه للعيان يغطي كل حاجه عشان الدكاتره اللي خارجه ما تعرفش حاجه، ده ولاد ياكلوا الساندوتش الكومبو بتاعهم ويدوا لكل العيانين نفس الحقنه، يعني اي عيان يجي له ياخد نفس الحقنه. فطلع ثيرد جنريشن كيفالوسبورين اللي هو سيفاترايكسون، ده مشهور قوي اسمه روسفين، اكيد ممكن تلاقي حد فيكم سمع عنه. يعني الثيرد جنريشن كيفالوسبورين روسفين ده جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. وبعدين في ميزه كمان بيعدل بلاد برين بارير، فممكن اديه في المننجايتس. فالروسفين ده خد سوكسيه جامد جدا الحقيقه، يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وسكين انفكشن وانتيرو بكتيريا. يعني عنده اسهال اديله روسفين، عنده سكين انفكشن اديله روسفين، عنده ساينوسايتس اديله روسفين، عنده ايه اديله روسفين، عنده اديله روسفين، عنده مننجايتس اديله روسفين. فالثيرد جنريشن كيفالوسبورين ده ولاد بدا ياخد سوكسي جامد جدا، فاهمين؟ بس كان عندنا مشكله سودوموناس. سودوموناس دي بكتيريا ولاد ضعيفه، بس هي مشكلتها لو خدت واحد اميون كومبرومايزد بتموته وريزيستنت جدا للانتيبيوتكس. ففي واحد من ثيرد جنريشن كيفالوسبورين اسمه سيفتازيدين ده متخصص في السودوموناس. يعني السيفتازيدين ده تخصصه سودوموناس. طب احنا بنستخدمه كتير؟ الحقيقه لا، لان السودوموناس هي لما بتصيد هي بكتيريا ضعيفه اصلا، موجوده في كل، يعني موجوده في حتت كتير. يعني انت لما تروح المستشفى تلاقي مثلا السودوموناس واقفه في استقبالك. السودوموناس دي موجوده على ترابيزه الغيار، موجوده على المحاليل اللي بنغير بيها. يعني مثلا ممكن تغير لواحد بايسول تلاقي الايسول اللي انت بتغير بيه فيه سودوموناس. مثلا انت مركب لواحد قسطره تلاقي السودوموناس مع الشيش على القسطره. فالسودوموناس الحقيقه بكتيريا موجوده كتير قوي، لدرجه انها متربيه في المستشفيات، متربيه في المستشفيات، فريزيستنت جدا بنت الابلس. مشهوره بان الصديد بتاعها لونه اخضر. معرفش عارفين انتوا الحكايه دي ولا لا؟ عارفين ان السودوموناس السكريشنز بتاعتها لونها اخضر، مشهوره قوي. هي ضعيفه بس لو صادت حد امين كومبرومايزد بيبقى صعب جدا تلاقي انتيبيوتيك يموتها. من الحاجات الكويسه الحاجات السيفته دي، سيفته زيدين. شويه وبداوا يطلعوا الفورس جينيريشن كيفالوسبورين. السيفيبيم ده ولاد هو الحقيقه ما عملش دوشه قوي. ليه؟ لانه هو كان زي السيفتازيدين سودوموناس، فما احدثش تغيير عنيف. يعني السيفتازيدين لما طلع بعديه السيفيبيم فورس جنريشن، حقيقه ما احدثش تاثير عنيف يعني. لكن اللي احدث تاثير عنيف فعلا الفيفث جنريشن كيفالوسبور. سيفتا برضه، سيفتا بس رولين، سيفتا رولين. يعني ده سيفتا زيدين وده سيفتا رولين. الفيفث جنريشن كيفالوسبورين بقى اولاد اللي هي من احدث الحاجات دي، اكتف اجينست المارسا والفارسا. تعرفين ان بعض البكتيريا دلوقتي بعض الاستاب بيقولوا انها بدات تقاوم الفانكومايسين، فده اكتف اجينست المارسا والفارسا والحاجات اللي هو الفيزا دي اللي هو فانكومايسين انترميديانت ستاف ايرس اللي هو الريزيستنس بتاعها يعني انترميديت، فبيسموها فيزا، بيسموها فيزا. يعني في فارسا دلوقتي وفي فيزا، اللي بيقاوم شويه اسمها فيزا واللي بيقاوم جامد اسمها فارسا. الفيفث جنريشن كيفالوسبورين من الحاجات الكويسه قوي ضدها دلوقتي.
سيفترولين من الحاجات الكويسة قوي ضد الفيرسا والفيزا. فاهمين يا ولاد؟ يعني كيفر سبورن دلوقتي خمسة جينيريشن، احداثهم الفيفث جينيريشن. طب الفيفث جينيريشن تخصصه ايه؟ الحاجات بقى اللي بقيه المضادات الحيويه فكت ايديها منها، المرسا والفيرسا والفيزا، مرسا فيرسا فيزا، فيفث جينيريشن في كيفر سبورن، مرسا فيرسا فيزا، فيفث جينيريشن كيفر سبورن على طول. في بقى مضادات حيويه اللي هي الامينو جلايكوسايد دي ما بتمتصش، بس بتموت الانتيرو بكتيريا. اكتر مكان اتعرضت له فيه لما كان يقول لك واحد عنده هيماتيمسيس، لما حد يبقى عنده هيماتيمسيس انت ممكن تدي له نيومايسين. النيومايسين ده امينو جلايكوسايد، نيومايسين والجنتامايسين والتوبرامايسين كل ده امينو جلايكوسايد، تدي اورال ما يمتصش بس يموت البكتيريا الانتيرو بكتيريا. فهمنا؟ ممكن يبقى ضد الاستاف زي الجنتامايسين، ممكن يبقى اجينست السودومونا زي الجنتامايسين. الجنتامايسين دي من الحاجات الكويسه قوي من الاجيال القديمه، بس كويس قوي ضد الاستاف وضد السودوموناس، لكن ما فيش حاجه فيهم بتشتغل ضد الاستريبتوكوكاي والانارو. يعني البنسلين بيشتغل على الستريبتوكوكاي والاناروب، والامينو جلايكوسايد ملوش اي دور على الستريبتومايسين وعلى الستريبتوكوكاي والاناروب. يعني انا لما حد يبقى عنده جاز جنجرين بنسلين، حد عنده ستريبتوكوكال انفكشن بنسلين، لكن مش دارامايسين. فاهمين يا رد؟ مش امينو جلايكوسايد. الامينو جلايكوسايد لا بتشتغل على الاناروب ولا بتشتغل على الاستريبتوكوكاي. لا بتشتغل على الانوروب ولا بتشتغل على الاستريبتوكوكاي. يعني تقدر تقول ان الامينو جلايكوسايد عكس البنسلين. البنسلين استريبتوكوكاي وانوروب، الامينو جلايكوسايد ما فيش استريبتوكوكاي ولا انوروب. ده عكس ده، ده عكس ده. هو في جي اي تي ما بيمتصش، فبيبقى لوكالي اكتف. طبعا من اشهر حاجات برضو الستريبتومايسين بيستخدم في التي بي، بس لازم انجكشن. يعني من اشهر الحاجات برضو الستريبتومايسين، بس الستريبتومايسين لازم انجكشن، لازم انجكشن. طبعا نفرو توكسيك واوتو توكسيك، يعني دايما اقول لك وانت بتذاكر الامينو جلايكوسايد تبقى حاطط ايدك كده، ايد على ودني وايد على الكلى، وتذاكر الموضوع، لان اوتو توكسيك نفرو توكسيك. فالامينو جلايكوسايد والفانكومايسين مشهورين قوي، اوتو توكسيك ونفرو توكسيك. فاهمين على هذا؟ لا. مثلا الفلاجيل، ميدازول، الفلاجيل مترونيدازول، طبعا كلكم عارفين ان اكتف اجينست الاناروب، وان في منه اورال وفي انفيوجن وفي لابوس. اورال وانفيوجن والبوس، وانه حلو قوي في الاناروب، او لو عندك اسهال الانتاميبا هيستولوتيكا. فمتهيألي المترونيدازول ما فيهوش حاجة أقولها. يعني الجزء الفارماكولوجي يا أولاد، يعني أنا حاولت إن أنا أحطه بترتيب يعني يبقى يخش على ذهنك، يعني تحطه بترتيب كده يخش على ذهنك وأنت بتقراه. طبعا أنا بس كل ما في الأمر إن أنا محتاج أخش شوية على بتوع الفارما، يعني اقسم العائلات الاول، وبعدين اخد دم العائلات دي طلع كذا، من العائلات دي طلع كذا في وقت كذا، وارتبهم واعمل علاقاتهم بالبكتيريا. بس الكلام هياخد مني على الاقل، على الاقل يومين،
يعني عشان اقعد على الكتاب يومين عشان اطلع حاجه منظومه تتشرح يعني، فاهمين؟ بس اعتقد ان انا كده خليتك على الاقل تعرف تقراه. فاهمين؟ حاضر يعني، حاضر يعني. الجزئيه المايكروبيولوجي، حاجه جزئيه المايكروبيولوجي فيها حتت جوانا احنا عارفينها كويس. يعني مين مثلا ما يعرفش الاستافيل الكوكار؟ البطش اشجع ميكروب ممكن تشوفه، يعني اشجع ميكروب ممكن تشوفه هو بيحارب هو الاستافيلوكوكاي ده. مطفحنا الدم، بيفرز حاجه اسمها كواجيليز كده، يحوط على حته، عشان كده بيعرف يعمل خراج لانه بيفرز حاجه اسمها كواجيليز، يحوط على حته كده وبعدين يقف هنا على الحدود على السور اللي عمله، فالبي ان ايه اللي واقفه هنا، البي ان ال بتاعتنا واقفه هنا، يقول لها الراجل يجي لي، تقوم البي ان ال زي الدبابه رايحه في مواجهه فرد زي الدبابه، يموتها ويرميها هنا بصل، ياكلها لحم ويرميها عظم، ياكلها لحم ويرميها عظم، مذبحه بص، مذبحه بص، فاهمني؟ ونيوتروفيل طبعا في منه بيموت، يا يعني الحرب الاثنين بيموتوا فيه، لكن شجاعته في انه يعمل كواجيليز، يعمل سور ويقف عليه، الراجل يجي لي، فالبي ان ال كل ما تروح له يموتها ويحولها لبصل، يموتها ويحولها لبصل، يموتها ويحولها لبصل. والصديد بتاعه مشهور قوي عندنا، الصديد الاصفر التخين ده مشهور بتاع الاستافيلوكوكال. وبعدين في شجاعتها كمان لما تيجي تديها مضاد حيوي عندها بنسلينيز، تقوم مدوباه، فوقفت لنا البنسلين والكيفالوسبورين. لما عملنا لها المونو البيتا لاكتام انتيبيوتيك موتها شويه، راحت طالع منها المرسى. لما بدينا نستخدم الميسيسيلين وبعدين باظ، رحنا مستخدمين الفانكومايسين، فراح مطلع الفيرسا، فهمنا لك؟ فبدينا دلوقتي نستخدم ضدها الفيفث جنريشن كيفالوسبورين. ايه الصراع ده؟ ايه الخناقه دي مع الاستاف يا اولاد؟ خناقه عنيفه جدا بصراحه مع الاستاف، وهي موجوده في يعني موجوده في البق وفي الجينيتاليا، فاهمين يا ولاد؟ يعني موجوده في جزئيه البرينيوم كده بمش حته البق، وبعدين فيهم جينيريشن بتطلع حاجه مشهوره قوي في الام اس كيو اللي هو التوكسيك شوك سيندروم. بصراحه عشان ما ابقاش كذاب، هو التوكسيك شوك سيندروم ده السم في سم الستريبتوكوكاي بتطلعه توكسيك شوك سيندروم، والسم الاستافيلوكوكاي بتطلعه توكسيك شوك سيندروم، بس هو مشهور قوي في الاستاف، لدرجه لو جالك ام اس كيو فيها توكسيك شوك سندروم علم على الاستاف، توكسيك شوك سندروم علم على الاستاف، علم على سي، مشهور قوي في الام اس كيو. عشان كده محمرها وحاطط تحتها خط، اكتب لماذا حمرها الدكتور، لماذا وضع تحتها خط، يبدو انها مهمه قوي. بعدين فيها اختصار جميل، توكسيك شوك سندروم توكسين 1. الله الله، في الام اس كيو لما ينور كده، ايه البكتيريا اللي بتطلع تي اس اس تي 1؟ فالطالب هيبص كده يقول لك انا اعرف كواجيليز وهايليورونيديز، هو في ايه؟ جميله في الام اس كيو، جميله، حاسين بيها؟ حاسين. بعدين الدكتور عادل في ميزه جميله، يعشق الورق الاخراني ده، بيحبه قوي. خدتوه قبل كده يا ولاد التوكسيك شوك سندروم دي؟
تي اس اس تي 1 دي خدتوها قبل كده؟ خدتوها في الفارما؟ خدتوها اكيد. اه اكيد كتير، في سنه ثالثه صح؟ وكان مشهور قوي في الام اس كيو، ومشهور هنا، مشهور في كل حته، كل ما تروح تلاقيها مشهوره مشهوره، الاستاف 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 مشهور قوي. واللي فاتوا التعليم يا اولاد في السنين اللي فاتت اهي رجعت له تاني. يعني اللي فاتوا التعليم في السنين اللي فاتت رجعت له تاني. موست ستافيلوكوكايز سترين بتطلع بيتا لاكتاميز، فبتبوظ البنسلين والكيفالوسبورين، عشان كده ريزيستنت فور بنسلين. موست سترينز اللي هي بتطلع بنسلينيز ستيل بتستجيب للفلوكساسيلين والاريسترومايسين والجنتامايسين. انا قلت لكم الجنتامايسين ده اولاد اللي هو الجرامايسين، الجنتامايسين ده اللي هو الجرامايسين. وقلت لكم ان الجرامايسين ضد الاستاف والسودوموناس، يعني الجرامايسين من الحاجات اللي كويسه ضد الاستاف والسودوموناس، من الاجيال القديمه، من الاجيال القديمه الجرامايسين ده، من الناس القديمه زي عبد الحليم كده. فاهمين على هذا؟ لا يعني هو الاستافيلوكوكاي بتكسر البيتا لاكتام رينج، لكن ستيل عندنا من الاجيال القديمه يعني الفلوكساسيلين والجنتامايسين والاوجمنتين. وان الحقيقه معظم البكتيريا الاستافيلوكوكاي لسه ستيل بتستجيب، هو مش معظم قوي لكن تستجيب، يعني نقدر نقول النص بالنص كده، يعني بعض الكتب بتكتب النص بالنص، يعني نص الاستافيلوكوكاي لسه بيستجيبوا والنص التاني حلق للانواع دي من البكتيريا خلاص، من الانتيبيوتيك. المرسى هي سترينز من الاستاف ريزيستنت للبكتيريا البيتا لاكتاميز اللي هو الفاكهه بتاعتنا، البيتا لاكتاميز اللي هو بوستيف ضد الجرام بوستيف والجرام نيجاتيف والاناروب، اللي هو كل علبتين انتيبيوتيك كانوا بيتباعوا كان فيهم واحده بيتا لاكتام انتيبيوتيك، فبقت ريزيستنت للبيتا لاكتام انتيبيوتيك. فمن الات ولكن بدأت هي سينستيف للبارنترال جلايكوبيبتايد انتيبيوتيك اللي هو الفانكومايسين والتايكوبلانين. هو الجلايكوبيبتايد انتيبيوتيك ده اللي هي الفانكومايسين والتيكوبلانين، ايه الفرق بين الفانكومايسين والتيكوبلانين؟ الفرق بين الفانكومايسين والتيكوبلانين؟ البايو افيلابيلتي صح تمام، التيكوبلانين فات سوليبل فالبايو افيلابيلتي بتاعته حلوه قوي عن الفانكومايسين. فاهمين على ده؟ المرسى ناو اكونت هاف اوف ستاف ايرس، يعني ما هو الباقيين السسبتبل ماتوا، الضعاف ماتوا، فما بقاش يا ولاد، يعني كل شويه الاقوى بيسود الاقوى بيسود. كان زمان عدد قليل قوي من الاستاف اللي هو مرسى، النهارده 50% من الاستاف اللي بتتعزل من العيانين مرسى، بعد شويه هيبقوا 80 وبعد شويه هيبقى 90. البقاء للافضل، البقاء للافضل. فاهمين الفكره؟ المرسى از نوت مور باثوجينيك زان ستاف ايرس، هاويفر ديفيكالت تو تريت. طب بيعالجوها ازاي؟ بيعالجوها بالسيفتارولين. فاكرين السيفتارولين ده ايه يا ولاد؟ فاكرين السيفتارولين ده ايه؟ الفيفث جينيريشن تمام، وتيجي سايكلين ومخلي الحلو للاخر اللينزوليد. اللينزوليد ده الوحيد اللي اورال، الباقي كله انجكشن. ولذلك اللينزوليد ده انا وجهة نظري ان اكتر انتيبيوتيك فيهم ات ريسك لانه اورال، ففي سهوله بقى في المك، المك للعيانين اللينزوليد، واللينزوليد ستيل سلاح فتاك للمرسى. فاهمين يا رجل؟
وفي ميزه، لا الانزوليت غير الماكروليت خالص، هو الماكروليت دي الاريثرومايسين والكليسترامايسين. الماكروليت ده الاريثرومايسين والكليسترامايسين، وهما بيشتغلوا الماكروليت بيشتغلوا مينلي على الجرام بوزيتيف، بيشتغلوا مينلي على زي البنسلين. بس عشان كده لما حد يبقى عنده حساسيه من البنسلين يديله ماكروليت اللي هو اريثرومايسين، لما حد يبقى عنده حساسيه من البنسلين يديله ماكروليد اللي هو الاريثرومايس، لان نفس السبيكترم، نفس السبيكترم وستراكشر مختلف عن البنسلين، فما يعملش حساسيه. فالماكروليد ده الاريثرومايسين والكليسترامايسين. وانا ليه ما حطيتش الماكروليد صحيح في الانتيبيوتيك؟ مش عارف، نسيت احطه. بس الماكروليد ده اللي هو الاريثرومايسين يعني. فاهمين غلط؟ يعني دلوقتي المرسى الحاجة الوحيدة اللي تتاخد اورال الانزوليد. ام سي كيو. الحاجة الوحيدة اللي تتاخد اورال الانزوليد. ام سي كيو هاي. اقول باينة ام سي كيو هاي. هو مش مكتوب عندكم الانزوليت ده؟ الانزوليت ده مش مكتوب؟ مكتوب. طيب ايه امال ايه؟ ده الانزوليت والدابتومايسين وتيجي سايكلين. ايه الكلام ده؟ هو سواء هيسألك، فهو انت عندك حاجتين في دماغك كويسين، في واحد سبيسيفيك اورال خلاص، يبقى هو ده اللي هيجي. غير كده الفيفث جنريشن كيفر سبورين زي الفل يعني. نخش على الستريبتوكوكاي. الستريبتوكوكاي دي على قد ما الاستاف شجاعه قوي، الستريبتوكوكاي ده ولاد جبانه جدا. طول الوقت تتفرج عليها في الانفكشن عامله زي التعبان كده، عامله زي التعبان، هي بتجري وجهاز المناعه بيجري وراها يحاول يطولها، هي بتجري وجهاز المناعه بيحاول يطولها مش عارف، لانها بتفرز هايليورونيديز، فالهايليورونيديز بيفتح لها الانسجه تجري فيها. عشان كده اقول لك دايما الستريبتوكوكاي نون سبرتيف انفلاميشن. الحرب ما بتقومش، الحرب ما بتقومش، لكن الحرب قايمه مع الاستاف، الحرب قايمة مع الاستاف. لكن شوف يا ولاد الميكروبات، فيهم الشجاع وفيهم الجبان، فيهم اللي بيجري بالهايليورونيديز وفيهم الشجاع اللي بيفرز كواجيليز ويقوم الحرب ويقاوم. فاهمين؟ يقسموا الستريبتوكوكاي لثلاثة جروبس، الفا وبيتا واذرز. فاهمين على الالفا؟ دول مشهورين قوي يعني، منها الستريبتوكوكس فيريدنس اللي هي بتعمل سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، تبقى موجوده في البق وفي السنان كده، وبعدين تعمل شبه بكتيريميا وتعمل سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، فدي مشهوره قوي، اكيد كل الناس سمعوها في كل حته، صح ولا انا تالي؟ مش انتوا حافظين حكايه السنان اللي الراجل خلع سنته وجاله صاب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس لان عنده روماتيك هارت؟ الستريبتوكوكا النيمونيا دي مشهوره قوي برضو. يعني فاكرين لما كنا نيجي مثلا نعمل سبلينكتومي، ولما كنا نيجي نعمل سبلينكتومي كنا نقول ان ندي بولي فيلنت انتي نيوموكوكال فاكسين، لان العيان ممكن يجيله نيمونيا وممكن يجيله منينجوكوكاي. هي دي، هي دي الاستريبتوكوكاي اللي بتعمل نيمونيا وبتعمل منينجوكوكاي، منينجوكوكال، منينجايتس. فمشهورة قوي ان احنا بنعمل ضدها فاكسين لما نيجي نعمل سبلينكتومي، ولذلك الالفا جروب مشهورة قوي، مشهور فيها الفيريدنس ومشهور فيها الستريبتوكوكا نيمونيا، مشهورين قوي يعني.
ده مشهور في الاسبلينكتومي جراحة، وده مشهور في الصاب اكيد بكتيريا اندوكاردايتس بطنه. امال البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي الزباله كله بقى كله يابا، البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي اصلها جروبس كتير من الايه للاو، ففي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي جروب اي، وفي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي جروب بي، وفي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي جروب سي، وفي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي جروب ايه يعني الحفره الابجديه كلها موجوده. طب مين اشهرهم ايه؟ ايه ده اشهر يعني ستريبتو؟ خلي بالكم بيتا مش بي، بيتا جروب ايه، هي دي بقى اولاد اللي بتقعد تعمل بقى اريسيبيلاس وسيليولايتس ونيكروتايزنج فاشيايتس، وممكن مثلا تعمل تشارك في سابيوريشن برضو في حته، فاهمني يعني زباله زباله، فاهمين على ده؟ امال ايه الازرز دي؟ الحقيقه ان الازر اهميتهم في حاجه واحده بس، يعني ستريبتوكوكس مليري دي مايكرو ايروفيليك. يعني ايه مايكرو ايروفيليك؟ البكتيريا عندنا ايروبيك يعني تكبر في اكسجين، في اكسجين مثلا 20% اللي هو اتموسفير يعني، وفي انايروبيك لازم يبقى الاكسجين 0%، في مايكرو ايروفيليك تكبر في اكسجين 5% مثلا، دي الاستريبتوكوكس ميليري. طب هو في سؤال يعني، بكتيريا مايكرو ايروفيليك وبتكبر في اكسجين قليل، ودي طبعا زراعتها صعبه جدا يعني صعب تعمل لها كلتشر، ايه اهميه ان احنا بناخدها؟ ان ساعات بتيجي في الابندسايتس بس، هي دي اهميتها يعني، ان ساعات بتيجي في الابندسايتس، تيجي في الابندسايتس ساعات، في الليفر ابس ساعات، بيقولوا برين ولنج. فهي الستريبتوكوكس ميليري دي مش يعني بالنسبه لنا احنا في الجراحه الابنسايتس. طب الانايروبيك ستريبتوكوكاي دي قاعده في الانتستين بتاعتنا بتطلع روائح وسخه في الفليتوس، قاعده في الانتستين ومشكلتها انها ريزيستنت فور تريتمنت، يعني زي ريزيستنت فور اديوكيشن، لانها شايفه كل المضادات الحيويه اللي احنا عمالين ناخدها فعارفاها وساكته، بس هي ما بتعملش حاجة، هي يعني ما بتعملناش حاجة، هي ممكن تصيد واحد امين كومبرمايزد، لكن هي ما بتعملناش حاجة عادة. يعني تصيد واحد خد كورتيزونات، تصيد واحد في الاي سي يو، تعمل له انفكشن، بس ساعتها بتبقى ريزيستنت طبعا جدا لانها عارفة الـ عارفة الانتيبيوتكس بتاعتنا. بيقول لك ازاي بنفرق بين الالفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي والبيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي؟ بيقول لك من على الاجار، لو عملنا اجار وزرعنا عليه الالفا يسيح الاجار البلاط اجار سنه، لكن لو زرعت عليه بيتا بيسيح البلاط اجار خالص، بيسيح البلاط اجار خالص، يعني الالفا تسيح شويه البيتا تسيح خالص، يعني اولاد البيتا بتسيح، البيتا ايه؟ بتسيح. ومحدش يقول لي طب ما الالفا بتسيح شويه، اه ما يرجع بس شويه، البيتا بتسيح، بيتا بتسيح مطر، فاهمين على ده؟ لا، فهم بيعرفوها منين؟ من البلاط اجار. الالفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي منها الستريبتوكوكاس فيريدانس دي خدناها بتاعت الصاب اكيد بكتيريا اندوكاردايتس، والستريبتوكوكاس نيمونيا اللي احنا بوست سبلينكتومي اوفر ويلمنج انفكشن
اللي هو بوست سبلينكتومي سيبسس اوفرويلمنج انفكشن، فمفيش مشكله في الالفه بتاعك هنا، دي واحده بطنه وواحده جراحه. البيتا جروب ايه؟ الزباله. جروب ايه ده؟ الزباله بقى كله بقى اريسيبلس وسيليولايتس وسورسروت ولمفانجايتس ولمفادينايتس ونكروتايزنج فاشايتس، وممكن تعمل حساسيه فتعمل روماتيك هارت وتعمل بوست ستريبت كوكال جلوميرينوفرايتس وممكن تعمل سكارلت فيفر. يعني بص جروب ايه دي يعني لما الزباله بتاع المنهج كله. امين. جروب بي دي ما اعرفش ادهولكم في الاطفال ولا لا، ادوكوا ستريبت كوكا اجليشيا اجليشيا دي. بالكو ما اعرفش يعني، اصل هي حاجه خاصه بالنينيت فغالبا هما اللي ممكن يجيبوا سيرتها يعني. وبعدين جروب سي وجي داخلين بقى في الانفكشن بس بنسبه قليله يعني. شفارات الستريبتوكوكس ميليري دي ابندسايتس ليفر ابسس لونج ابسس برين ابسس، طبعا دي اهم اكتر حاجه بتكلمها. الأدوية طبعا الستريبتوكوكاي بنسلم، يعني الستريبتوكوكاي بنسلم. طب لو العيان عنده حساسية للبنسلين ماكروليد، ماكروليد اللي هو ايه؟ اللي هو الاريثرومايسين والكليسترامايسين. عارفين الكليسترامايسين ده بنستخدمه في ايه ولا ده لا؟ فاكرين الكليسترامايسين ده كنا بنستخدمه في ايه؟ في الاتش بايلوري صح، في التريبل سيرابي في الاتش بايلوري طبعا. انما لو كانت ستريبتوكوكاي وعامله من انجايتس فالروسفين الافضل، لان الروسفين بيعدي البلاد برين بارير. هو الروسفين يا ولاد كان ايه؟ الروسفين ده كان ايه؟ ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين صح، برافو عليك. سودوموناس يعني هتقروا عنها بق كده ان هي uncommon، وان هي لو صابت هتصيب debilitated patient، يعني uncommon infection ولو صابت تصيب debilitated patient، وبتبقى موجوده كتير في المستشفيات، موجوده في المحاليل اللي بنغير بيها، موجوده على الجروح. بصوا يا اولاد الجرح ده شايفين الخضار ده؟ شايفين الخضار ده يا اولاد؟ ولعلمكم احنا مش كل ما نلاقي سودوموناس بنعالجها، يعني افرضوا ان سودوموناس عامله كولونايزيشن ما بنعالجهاش، لكن لو سودوموناس عامله انفكشن بنعالجها. يعني لو كولونايزيشن بس كده لا ما بنعالجهاش، انما لو عامله انفكشن بنعالجها. شوالات موجوده في معظم المستشفيات حتى في الديس انفكتنت الايسول، مشهور ان الايسول بيشيل سودوموناس يعني، فاهمين يا رد؟ وعامله كولونايزيشن بقى في كل حته وعلى الجرح وعلى الاساطر وبتاع، وبيبان من الخضار بتاعها يعني. ممكن تعشش في بيرن، مشهور قوي في الهوسبيتال اكوارد انفكشن في عنين الاي سي يو لانهم اميون كومبرمايزد. مشهور قوي في الهوسبيتال اكوارد انفكشن في العيانين اللي في الاي سي يو لانهم اميون كومبرمايزد. هي سينستيف للجنتامايسين فاهمني، والكاربابينيمز كاربابينينز والتازوباكتام ببراسيلين تازوباكتام. فاكرين يا اولاد الببراسيلين تازوباكتام ده لا كان بنسلين وعليه تازوباكتام، وانا قلت لكم التازوباكتام ده شبه الجلافيلونيك اسيد، يعني ببراسيلين تازوباكتام ده بنسلين عادي
بس حاطين عليه بدل جلافيلونيك اسيد تازوباكتام. خلي بالكم من ان بي دي يا ولاد، لان هي الحاجه يعني اللي باينه قوي يعني. فكره ان احنا ما بنعالجش الكولونايزيشن، فاهمين يا ولاد؟ ما بنعالجش الكولونايزيشن، احنا بنعالج الانفكشن مش الكولونايزيشن. الانتيروكولاي دي اللي هي الايكولاي، اللي هي الايكولاي اخدناها كتير قوي في الجي اي تي، كتير جدا يعني. الانفكشن في الجي اي تي كله ايكولاي، كليبسيلا، سودوموناس، فاهمينها؟ لا، والحقيقه ان علاجها سهل مش صعب يعني، بنسلين وامبسلين واموكساسلين. طب لما ظهرت ال الفانكومايسين ريزيستنت ستاف وبتاع، والفانكومايسين ريزيستنت انتيروكولاي، اللينزوليد اورال، اللينزوليد والدابتومايسين، فاكرين؟ هو ولاد لو لقينا انتيرو بكتيريا يعني ما بتستجبش للانزوليد والبيتا لاكتاميزس والانزوليد والحاجات دي، ونعمل ايه لو بكتيريا ما بتستجبش حتى للانزوليد والجنتامايسين والفلوروكينولون؟ قلت لكم ان اخر حل عندنا هو ايه؟ كوليستين، فاكرين؟ اخر حل عندنا هو الكوليستين. لو هي ريزيستنت لكل ده فاخر حل بقى هو كوليستين. صار الجاي طب انا جيب جبسه الكوليستين هنا ليه؟ بقول لكم ايكولاي قاعده في الانتستين، قاعده في الانتستين، كل ما تاخد مضاد حيوي وتشوفه، كل ما تاخد مضاد حيوي وتشوفه. فمن اكتر البكتيريا ريزيستنت في جسمك يعني، هي والسودوموناس والكليبسيلا يعني، الحاجات اللي قاعده في الانتستين عندنا دي يا اولاد بتبقى فيري ريزيستنت. هو اخر سلاح فاضل الكوليستين. لو الكوليستين ده يا اولاد اتعرض بالبكتيريا، البكتيريا هتسبقنا يعني، خلاص هو ده اخر حاجه طالعه، وهو بعديه بقى البكتيريا هتسبقنا يعني. ميسيلينياس ده ايه؟ عايزك تعرف عنه حاجتين في الديفرنشال دايجنوس اوف اكيوت ابندسايتس، ان اليرسينيا والكامبيلو باكتر جوجيناي بتعمل تيرمينال الياتس، ولذلك شكلها زي الابندسايتس يعني. ديفرنشال دايجنوزس الابندسايتس اليرسينيا بيست والكامبيلو باكتر جوجيناي، اليرسينيا والكامبيلو باكتر بيعملوا تيرمينال الياتس، ولانهم بيعملوا تيرمينال الياتس فهم شبه الاكيوت ابندسايتس. اعتقد يا ولاد اليرسينيا والكامبيلو باكتر دول اخر صفحه، صح؟ يرسينيا والكامبيلو باكتر دول اخر صفحه. الله، وشبه الابندسايتس كمان، وشبه الابندسايتس. الله الله، سيبكم بقى على خير يا ولاد. حد عايز مني حاجة يا ولاد؟ ها؟ حد عايز يسألني على حاجة؟ هو المشكلة إن أنتوا بقدر المستطاع بقى تحاولوا تقروا كده الموضوع الإتم ده، وأعتقد إن شاء الله ربنا يسهل، يبقى في شوية كلام في دماغك كده جت في MCQ هي في وقت من الأوقات من إيه؟ لدحة. كولونايزيشن يا هذا يعني الميكروب بيكبر لكن ما بيهاجمنيش يعني، مثلا هو قاعد على جلدي بيكبر بس بيعمل الكولونيز، لسه ما وصلش للانفكتيف دوز، لسه ما وصلش للانفكتيف دوز، لكن لما يبدا يهجم عليا ويستيميليت اميون ريسبونس
يبقى هو ده اسمه انفكشن، لكن من غير ما يهجم عليا هو بيحاول يعمل كولونيز، لكن لا هو هجم ولا ستيميليتنج اميون ريسبونس، يقولوا عليها كولونايزيشن. اوكي اوكي يا غدا. ممكن بطنه، ممكن بطنه. يلا ربنا يصلح لكم الحال يا غدا. باي باي. غدا انت فهمتيني ولا لا؟ طيب اوكي ماشي. العفو يا نداء. باي باي.